بسم الله. طيب الاول كده، في اي اسئله بدايه عشان نبدا نشوفها؟ في بشمهندسه امنيه بعتت لي كان عندها مشكله، ده الفايل بتاع بشمهندسه امنيه، هنفتحه كده هنا. تمام، ده شغل بشمهندسه امنيه. اوكي، طبعا بشمهندسه امنيه عندها مشكله ان هنا الشغل كله طالع باللون الاسود. تمام، يعني الشغل كله طالع باللون الاسود، ده بيبقى فيه مشكله يا جماعه. خلاص، في الامبورت للفايل. اوكي، بنعمل امبورت للفايل. ايه بقى ايه المشكله دي؟ عشان في بعض الناس بيقابلهم الموضوع ده. افتح كده الكاد بسرعه، ده مشكله بشمهندسه امنيه. اتمنى تكون هي متابعه معانا الشرح ده او الايضاح ده. تمام يا باشمهندس، هفتح الكاد بس اوضح لك ايه المشكله او بتيجي منين وايه حلها باذن الله. تمام، طيب افتح بس معانا كده الكاد، نفتح الفايل بتاعنا سواء بتاعي او بتاع باشمهندس ابو بكر. اوكي تمام، لو دخلنا مثلا على اي فايل من الكاد احنا زي ما احنا شغالين عليه، لو احنا ركزنا كويس قوي في الشغل بتاعنا في اللايرز، تمام، في اللايرز بتاعتنا، هتلاقي ان اللايرز واخده كلر. تمام، يعني اللايرز هنا واخده كلر، شايفين الكلر دي بالنسبه للبرنامج هنا دي ماتيريال. السلام عليكم باشمهندس ندى، بتتكلم باشمهندس محمد، وفضلك المره اللي فاتت سالت حضرتك سوري معلش انا اسف، انا قلت في الاخر بس حضرتك ما فكرتنيش. حاضر يا هندسه، اوضحها دلوقتي. حاضر باشمهندس، عينيا تأمريني. حاضر عينيا، حاضر هتكلم فيها دلوقتي حالا. خلاص بس النقطه بتاعت باشمهندس امنيه، وهشرح لك موضوع الترم. عينيا حاضر، انت كنت بتسال على الترم مع الجروب ولا الترم لوحده كترم؟ هندسه الترم مع الجروب ولا الترم كترم مستقل؟ باشمهندس ندى مع الجروب. حاضر حاضر. طيب هنا عند باشمهندس ابو بكر، طبعا زي ما انتم شايفين اللايرز واخد هنا كلر. الكلر هنا بالنسبه ده بالنسبه للبرنامج او الماكس ده، هو بيشوف ماتيريال خامات. اوكي، بيشوفه ماتيريال. تمام، عشان كده لما انا بدخل الحاجه عندي هنا ما بجيبش ماتيريال، يعني المفروض ان بدخل الفايل ده خلاص ليه الماكس ما خدوش بالماتيريال بتاعته. يعني بص هنا الالوان، اللون الاحمر ده هو جابه منين؟ لو انت خدت بالك هنا هتلاقي التيرس مثلا هنا واخد لون احمر، يعني التيرس ممكن يكون هنا هو حتى مش واخد لون، بس هو داخل معاه بلون. تمام، واخد من الالوان الثانيه دي باهته عليه. خلاص طبعا انا ما اعرفش، طبعا هنا مش عندي، بس ده ملف باشمهندس امنيه، ممكن يكون التيرس عندها واخد اللون ده مع الاعمده والكلام ده كله. حتى هنا ازرق، الاعمده طالع باللون الازرق اهو زي ما انتم شايفين، او الحدود بتاعته باللون الازرق. طب حل المشكله دي ايه؟ باشمهندس هنا بتسال، بتقول المنط اللي انا حضرتك قلت في اول محاضره ان الترم مش بيتعمل له. بالظبط، المنط اللي ما فيهوش ترم، ده صحيح. احنا قلنا الكلام ده ان المنط اللي ما بتعملش فيه ترم، بس مع الجروب بيعمل ترم، ودي الاضافه اللي احنا كنا ضفناها في المحاضره الثالثه على ما اظهر، على ما اعتقد باشمهندس هنا. طيب دلوقتي انا مشكلتي ايه؟ مشكلتي دلوقتي يا باشمهندسين ان انا جيت عملت امبورت كده، انا هعمل كده خلاص نيو، ملف جديد خالص. تمام، عشان بس اعرف المشكله دي جت منين، وباجي اعمل امبورت للفايل بتاع الكاد. لو انتوا فاكرين على الديسك توب كده كنا احنا عاملين له فايل هنا فين، بسم الله، بروجكت كنا مسمينه ايه، بسم الله، فين 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 يا جدعان، فين يا جدعان، ايه ده احنا حاطينه فين، ريبي بروجكت، سوري. باخد كده فايل اهو، صح، تمام، واقول له اوبن. وانا بنزله هنا كده خلاص، انا باخد فقط اللايرز بتاعتي بس. تمام، ممكن باشمهندس خدته كلر اند ماتيريال، تمام، او لاير، تمام، ماتيريال الى اخره، فبيبقى جيج عندي ماتيريال او كلر، ده بيقوم داخل عندي بلون. تمام، طب الوان الكاد ما بتتقريش في الماكس، يعني الماتيريال بتاعت الماكس غير ماتيريال ايه الكاد، عشان كده قلت لكم انا باخد لاير فقط، لاير بس، ما باخدش الخصائص بتاعت اللايرز. تمام، ليه؟ لان الالوان اللي انا اديتها في اللايرز هنا في الماكس ما بيشوفهاش ماتيريال، فبتخش عندي سودة، هو مش قاريها، مش شايف ان ده لون، خلاص ده مش طبيعه الالوان بتاعته. فهنا النقطه دي انا قلت بشتغل لاير فقط لا غير، ما باخدش الكلر ولا كلر ويز ماتيريال، تمام، ولا لاير كامله بالماتيريالز بتاعتها والكلام ده كله، انا باخد لايرز فقط، انا عايز لاير فقط لا غير. تمام، وفي اللايرات انا بختار بس اللي انا محتاج عندي، وقلنا بعد كده بقول له اوكي وبنزل الايه اللاير بتاعتي. فهمنا النقطه دي باشمهندس امنيه؟ طيب انا دلوقتي الحل ايه يا باشمهندس؟ انا دلوقتي عندي مشكله، خلاص انا دلوقتي عايز اشوف ايه المشكله اللي عندي مع الديسك توب كده، الفايل بتاعنا فين؟ اهو ده بتاع باشمهندس امنيه. لما اعمل اوبن كده
تمام؟ عندي اهو مشكله احلها ازاي دلوقتي؟ هقول لك موضوع ان شاء الله بسيط جدا، هنيجي كده في الاخر ماشي. يعني مين اللي داخل معانا كده؟ بسم الله. كان فين الامر بتاعنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، في اليوتيلتيز عندي هنا، طبعا ممكن يكون الامر عندي مش موجود لكن انا هحاول اضيفه تاني ماشي، لان طبعا هنا المفروض عندي الامر للاسف مش موجود. لحظه واحده نعمل له سيتس كده، نضيف عندنا حاجه، نضيف انهي ايه كنا محتاجين ايه؟ بسم الله كان اسمه ايه؟ الله ما يكونش اتمسح من عندي، لان دي مشكله. بسم الله، معقوله ما عنديش ال ثانية واحدة بس كده، ادور على التولز بتاعته بسرعة. اليو في ريموف اهو، ده الامر ده. طبعا ممكن ازود انا هنا خانة تحت كده ماشي، واقول لك اليو في دبليو ماب ريموف اهو. اليو في دبليو، ممكن اشوف اليو في دبليو ماب كمان اكتر، ممكن يبقى بدل يو في دبليو، ممكن في يو في دبليو ماب هيبقى افضل بالنسبة لي. ده هو تقريبا هو اليو في دبليو، هو ده اللي موجود عندي دلوقتي، ما عنديش يو في دبليو ماب. ماشي، اتاكد تاني كده بسرعه. خلاص اوكي، هو ده، واقول له كده ايه اوكي تمام. ما عنديش مهندس امنيه، فانا ضفت هنا كده في اخر حاجه في اليوتيليتيز زي ما انتم شايفين كده خالص اهو، بضيف من هنا من الكونفيجيور بتاع البطن سيت، بقول له والله انا عايز اضيف، بضيف زرار جديد تمام، واختار اليو في ريموف. ريموف اللي هو يو في دبليو، ده اللي هو الماتيريال، ان انا بعمل ريموفنج للماتيريال اللي جايه من اي برنامج تاني. يعني انت مثلا سي على فكره المشكله دي برضو مش من الكاد بس، لا ده المشكله دي ممكن تيجي معاك من ريفيت، لو جايب حاجه من ريفيت او من اي برنامج 3 دي تاني تدخله للماكس ممكن بدون قصد يجي معاك ماتيريال. اوكي، فانا بشيل ماتيريالز عندي من هنا، بضيف اليو في ده خلاص من اليوتيليتيز بتاعه البرنامج وبضيفها عندي هنا، بختار كده اقول لك يو في كده، اقول له شيل الماتيريالز بتاعه دول، خلاص اقول له شيل الماتيريالز بتاعه. بص اللي بيحصل ايه، بعمل سيلكت اقول له ريموف كده واقول له ريموف ماتيريال، شايف هتلاقي الالوان كلها بدات ايه؟ تمام؟ اهو كل الالوان بتاعتك هنا بقى، دي في مشكله لان هنا مفتوحه اهي. تمام؟ هنا عايز تعمل ويلد مش مهندسه امنيه. تمام؟ هتلاقي هنا الماتيريال كلها اتشالت، ما عدا بقى اللي هي محتاج ويلد ده، هتلاقي ايه المشكله بتاعتك، بس هنا هتلاقي الماتيريال بتاعتك كلها ظبطت، وهنا برده محتاج ويلد اهو. اوكي مش مهندسه امنيه؟ واضح الكلام ده؟ يبقى انا كده بعمل ريموف للماتيريال من الايه؟ الجزئيه بتاعتي اللي انا بتكلم فيها، بعد كده بخرج من الامر ده. اوكي؟ تمام كده باشمهندسين، ولا حد عنده مشكله؟ تمام اوكي، يبقى انت بس هتشوفي بقى مشكله الايه الويلد اللي عندك دي، خلاص الجزئيه الويلدز دي تبتدي تظبطي النقاط بتاعتها او الشغل اللي عايز. وانا برده عندك العمود هنا برده طالع كل كتله واحده الى اخره من شويه الاعدادات البسيطه، لكن هو كده هيبقى ظبط معاكي والمشكله بتاعتك باذن الله اتحلت. تمام، طيب اتمنى تكون الايه الدنيا بقت تمام واضحه وحلينا المشكله دي باذن الله. نجيب بقى المشروع بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه اهو، ده مشروعنا احنا اللي احنا كنا شغالين عليه. تمام، طيب المحاضرة اللي فاتت دخلنا الملف بتاعنا خلاص وبدأنا نشتغل عليه زي ما انتم شايفين كده، وطلعنا 3 دي ما عدا طبعا البيبان والشبابيك، لسه ما عملناش لا بيبان ولا شبابيك في الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها دي، وعملنا السقف، والسقف ده خليناه شفاف من Alt X. Alt X من لوحة المفاتيح. تمام، يعني كده بعمل لك Alt و X بيخليه شفاف او سوليد. اوكي باشمهندس محمد بيقول لي لا لا، هو الت اكس يا باشمهندس محمد. هو الت اكس، لا عندك انت بقى في مشكله على فكره، خد بالك انت ممكن يكون عندك لو انت شغال على اللاب ولا حاجه ممكن ما يكونش فيه زرار الالت. تمام، يعني ممكن الاف ان ممكن تكون بتدوس اف ان واكس يعني، فبرضه دي كده تعمل مشكله معاك في اللاب، فتابع النقطه دي. تمام يا باشمهندس محمد، بالظبط ممكن هات كيبورد وايرلس، بالظبط كده صحيح، هات كيبورد وايرلس مفيش مشاكل خالص، او حتى وايرد مش مشكله يعني، كيبورد صغير كده هيظبط معاك الدنيا ان شاء الله. يا باشمهندس محمد انت كلك فلوس يعني، يعني انت بتسال على ثمن الكيبورد يعني. ماشي يا هندسه، اوكي انت لو في مصر جنبي كنت اقول لك اتفضل، بس انت بقى مش في مصر، انت اللي بعيد، انت اللي بعيد يعني. طيب يبقى انا كده باشمهندسين زي ما انتم شايفين كده ظبطت الحاجات اللي عندي. تمام، باشمهندسه هنا انا كل اللي بيهمني هو مفيش طبعا شويه اعدادات احنا بنعملها في الماكس ان جنرال، بس انا كل اللي يهمني بس اليونتس بتاعتي مبدئيا خلاص.
اليونتس فقط. يعني انا كل اللي انا عملته من المره اللي فاتت انا قبل ما ابدا بقوله في الكاستمايز كده، وبعد ايه اخش على اليونتس بتاعتي بسم الله هي اليونت سيت اب خلاص، وانا بس بنظبط على المتريك ان هو يكون بالمتر فقط لا غير. بس ده اللي محتاجه. في اعدادات ثانيه للماكس ان جنرال، يعني انا المفروض قبل ما اشتغل ماكس خالص، ده طبعا شرح بقى كورس ماكس بقى قصه ثانيه خالص، انا لازم اخش بقى اظبط الايه التولز بتاعتي والموديفاي تولز والكلام ده كله، ده في قصص ثانيه خالص بقى اظبط في البرنامج كده. حتى يمكن كان الباشمهندس اللي حضر معايا كورس الماكس احنا خدنا اول محاضره كلها تقريبا بنشرح احنا هنشتغل ازاي، يعني خدنا محاضره كامله كانت حوالي 4 ساعات، حتى شرحنا كمان فيها مواصفات الجهاز اللي انا محتاجه، ازاي اجيب جهاز وازاي اختار جهاز وازاي احدد المكونات اللي انا عايزها لاقوى جهاز او الجهاز اللي انا اقدر اشتغل عليه، وايه انواع الاجهزه والكلام ده كله، حتى شرحنا البروسيسور والرامات. طبعا اول محاضره دي ده بس ده كورس ماكس يعني، فبناخد محاضره كامله كده عشان المشاكل اللي بتقابلنا دي بنحلها من اول محاضره ما نقفش فيها تاني في الشغل بتاعنا. باشمهندس محمد اهو بيقول لي فعلا بياكد على الكلام. فظبط البرنامج او اعداداته ده بيبقى محاضره كامله بنشتغل فيها، ده طبعا بقى كورس بقى قدامنا وقت بنقعد نشرح، يعني شويه بتكلم في محاضره يعني. باشمهندس زينب بتقول ايه المشكله نستورد من الكات فايل ونعيد رسم الخطوط تاني عشان المشاكل الكتيره دي ما تظهرش معانا. باشمهندس زينب هيبقى في اوفرلاب، يعني انا هبقى راسم في الكاد وارجع ارسم في الماكس تاني، اعتقد ده اهدار وقت ومجهود. تمام يا باشمهندس زينب، يعني ده اهدار للوقت والمجهود ان ابقى راسم كاد وارجع ارسم في الماكس تاني، بلس ان الماكس هيبقى فيه صعوبه شويه في التعاملات مع امر السناب وال الفيرتكس. تمام خلاص، فموضوع كبير جدا جدا فهيبقى متعب. او شوف احنا قعدنا نعمل ويشات ويلد المحاضره اللي فاتت في الحوائط، خدنا وقت قد ايه وقعدنا نوصل ونرسم، فالموضوع مش بالسهوله زي الكاد. فالكاد بيبقى سهل جدا في الرسم والتعديل بمنتهى البساطه. اوكي اهو باشمهندس محمد برضه بياكد بيقول لك ده بيصب لاهميه ضبط الايه الشغل في الكاد. يعني عشان كده قلت لكم كل حاجه بعملها في الكاد انا قصدها، كل حاجه بعملها. طبعا انا عشان اشتغلت على الفايل بتاع باشمهندس ابو بكر فهو كان في بعض المشاكل بسيطه هي دي اللي ظهرت معانا. لو انا شغال على الملف بتاعي اللي انا عملته من الاول اعتقد ما كانش هنلاقي فيه المشاكل دي، لما نظبط الملف بتاعي تمام ما فيهوش قد مشكله باذن الله. طبعا ده مش بعيد في باشمهندس ابو بكر يعني، سامحني باشمهندس مش قصدي بس انا بقول يعني انا الملف بتاعك انا اشتغلت عليه على طول فانا ما اعرفش ان كان فيه مشاكل ولا لا، لكن الملف بتاعي لو انا مظبطه في الاول زمان ماشي خلاص يبقى الدنيا معايا باذن الله مظبوط. طيب جميل جدا. طب انا دلوقتي بقى عايز ابتدي الم الملف بتاعي ده وابتدي اشتغل عليه. طبعا في النهارده برده حصل كده موقفين لزاز، انا كنت رفعت حاجه على الجروب عندي تمام شغل النهارده، ده شغل طبعا تصميمات، ده اللي احنا بنقول عليه نيو كلاسيك. تمام شايفين شغل النيو كلاسيك، النيو كلاسيك بتلاقي الحيطان عليها بانوهات زي ما انت شايف كده خلاص اهو البانوهات، وفي كرانيش فوق في السقف، وهنا الوميتال عادي خلاص، وادي فرش الركنه شايفين عامل ازاي، والفرش اللي هو الايه السجاد الفار بتاعه. فحتى حد كان علق عليا هنا اعتقد من باشمهندسين سالني سؤال قال لي باشمهندس ازاي اصلا ركنه مع شغل كلاسيك، ما هو ده النيو كلاسيك المفروض احنا شغالين زيه. فانا قصدت حتى اتكلم او اظهرها لكم النهارده في الجزئيه دي. فانا الراجل هنا شغال زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو تمام، ده شغل كلاسيك حتى السقف كله زي ما انتم شايفين كده، والاضاءه تمام ماشي زي ما انت شايف كده بسم الله ما شاء الله، تحس ان النجف قد السفره كلها، واخد بالك انت يعني تحس الاضاءه حاجه ضخمه جدا، ما اعرفش برضه موضوع الاضاءه هنا صعبه قوي، يعني تحس ان الكوره دي كوره ارضيه متعلقه في المهم ما علينا. طبعا الحاجات دي كلها انا بقول لك عليها مش بنتقد حد، بس بعرفك ازاي تظبط السكيل بتاع اللوحه، يعني ما ينفعش انا ابص كده احس ان الاضاءه دي كلها مغطيه المساحه دي كلها، لان الواقعي مش كده، الواقعي النجف ما تبقاش كده تمام. هنا برضه نفس الموضوع لازم الاضاءه ما تبقاش بالشكل ده كده اوكي. فانا مش بنتقد قد ما احنا بندرس مع بعض ونشوف الصح وممكن نقاط الضعف بتاعتك تبان عندك ازاي اوكي. فده الشغل اللي احنا كنا بنتكلم فيه. حتى بص هو مستعين هنا بايه بستيل اهو تمام، عامل سفره تمام والدنيا زي الفل اهي، والاضاءه اهو اوكي كل حاجه وماشي كلاسيك. طبعا هو الكلاسيك هنا طاغي قوي، انا بوريك الكلام ده ليه؟ لان انت خد بالك اللي احنا بنتكلم نيو كلاسيك او بيسموه اللايت كلاسيك واللايت مودرن، هم كده مصطلحين طالعين جداد شغالين بيهم. ايه اللي هم بيتكلموا فيه بقى؟ قال لك بص يا سيدي حسب ذوق العميل وحسب ذوقك انت. يعني ايه؟ يعني العميل مثلا والله بيحب الكلاسيك او بيحب نظام الفيلل والقصور، فبيحب التفاصيل كتير، فتقوم عامل له بانوهات كتير كده وتفاصيل سقف كتير والكلام ده كله، هو بيحب ميال للكلاسيك واشتغل على الفرش بس يبقى مودر. او ان انا ممكن تكون الكلاسيك عباره عن بانوهات بسيطه
تمام، والفرش بتاعي مثلا يكون مطعم فيه جزئيه كلاسيك او ممكن يبقى كله مودرن، فيبقى مودرن واخد تاتش صغير قوي كلاسيك، او كلاسيك واخد تاتش صغير قوي مودرن، يعني هنا كله كلاسيك ما عدا الفرش. تمام، يعني كله كلاسيك ما عدا الفرش. اوكي، انما ممكن تاني يكون ايه، يعمل لك مثلا كله مودرن ما عدا الايه؟ البانوهات. وهنا في نوعين من البانوهات بقى، يعني في بانو اهو مثلا لو كبرنا الصوره دي كده، تمام ماشي، في بانو اللي هو معلش عفوا انا بحاول ايه اعمل لها زوم، انا كده، في بانو اللي هو ده بيبقى فيه ديتيلز كتيره كده، وفي بانو اللي هو السامبل البسيط ده، تمام، يعني بص البانو اللي هو الخفيف ده البسيط اهو، تمام، وفي البانو اللي فيه تفاصيل كتيره قوي، في السقف اللي ممكن بص تفاصيله عامله ازاي، وممكن السقف يكون سامبل اقل من كده شويه. فده بترجع بقى لفكر العميل او ذوق العميل، او لو العميل سايب لك انت الموضوع ده لذوقك انت، فانت بقى حسب ما انت بتميل وشايف الدنيا ماشيه ازاي، فده بترجع ليك انت ولذوقك في الشغل. فده نقطه برضه احنا بنتكلم فيها اهو. طبعا هنا برضه في يعاب حاجه ثانيه، ان هو هنا الماتيريال زي ما انتم شايفين المفروض جوه الشقه ما يبقاش فيه الحيطان ما تبقاش خشنه قوي كده، هو طبعا هو عمل بامب بماتيريال، بس البامب كان زياده قوي، فتحس ان هو بقى الطرطشه خارجيه كانك بتعمل واجهه مبنى مش داخلي. لو لاحظت المكتبه هنا هتلاقيها مودرن خلاص، اوكي، البوفيه هنا مودرن، تمام ماشي. فيعني حسب الشغل اللي انت بتحدده، زي ما احنا حددنا النقطه دي، وانا سبتها لكم عشان ايه توضحوا اوضحها لكم. يعني في نقطه تانية برضو كنت انا عامل بروجكت كده هنا، بسم الله اهو، ده كان اوفيس مكتب، اعتقد ممكن مش عارف حد حضر معايا ولا لا، كنت انا حتى عملته ورك شوب يعني. ده برضه شغل معمول كلاسيك زي ما انتم شايفين كده، بس هنا تلاقي الكلاسيك طاغي شوي، تمام، يعني انا واخد حته مودرن، حته مودرنين من سبوتات، دي حته مودرن ماشي، الستاير ممكن حته مودرن خلاص، اوكي، بس اعتقد هو ده المودرن اللي انا ممكن اكون التاتشات البسيطه بتاعت الجيبسون بورد والسبوتات والستاير، انما هتلاقي مثلا البانوهات تمام خلاص، الاباليك ماشي، كل الحاجات دي هتلاقي كله، حتى المكتب كل الحاجات دي هتلاقي كل ده كلاسيك، تمام، فهمنا الفكره عامله ازاي. هنا برضو التكييف، طب التكييف هو ملوش دعوه مودرن وكلاسيك، ده تكييف وخلاص، اوكي، فبنعمل جزء وجزء، بتشوف انهي بيبقى طاغي اكتر على الشغل بتاعنا. فده كنا عاملين ورك شوب قبل كده، اعتقد مش عارف لو كان حد حضره معايا من البشمهندسين الموجودين ولا لا، او حد كان حضره معايا. فده برضو شغل اهو، اللي هو النيو كلاسيك، الارضيه مودرن، بالظبط دي الارضيه واخده مودرن بالظبط بالشمسيه رانا، فهنا هتلاقي الطابع اللي غالب كلاسيك، يعني الطابع اللي غالب على التصميم ده كلاسيك، تمام خلاص، ده اللي غالب عليه. طبعا ده مكتب كان معمول لحد كده شياكه كده، ويعني شخصيه كده معينه، فهو طبعا تعمل له حاجه بشواتي يعني، عارف انت بيسموه حاجه ايه، المسؤول يعني، تمام، فما تعملش حاجه ما بقاش فيها مودرن طبعا زي المكاتب العاديه يعني، فتعمل حاجه بالديزاين اللي انتم شايفينه ده، اوكي. برضه انا بحاول اوري لك ايه من ضمن التصميمات عشان تبقى عارف احنا بنتكلم فيه. طيب نرجع للتصميم بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه، زي ما خلصنا كل حاجه الحمد لله، طلعنا بال 3D بتاعنا كله تمام التمام ماشي. انا بس فاضل عندي طبعا العمدان والكلام ده كله، طبعا انا ممكن السقف ده اعمل له هايد، احنا طبعا اتفقنا ان نجيب بقى دي كده مكانها تاني، اتفقنا ان احنا ممكن نقفل السيلينج كده عشان تشتغل جوه. العمدة دي طبعا ليها لون كلرز، ممكن اللونز اللون بتاعي بغيره من الموديفاي كده، ادي الجزء بتاعي طبعا واخد لون برده كده، ممكن اقول له ايه خليه جراي خلاص، نفس الموضوع، فاتح او غامق بقى براحتك زي ما انت عايز، يعني ممكن تاخد الفاتح او ممكن يبقى ابيض خالص تمام براحتك زي اللون ده كده ماشي، اوكي خلاص. في عندي حاجه تتلون، جزء برضو الحيطه دي، او هي دي كاميرا ولا حيطه انا مش شايف، ممكن الف كده اشوف، دي حيطه وكاميرا، الاثنين هيبقوا نفس برضو الماتيريال، هديهم برضو اللون الابيض ده، اوكي، وهنا برضو الحيطه دي هناخدها برضو نفس اللون تمام. خد بالك ان الموضوع ده بعض الناس بيحبوا يخلوها الوان للتمييز، وفي ناس بتقول لك لا خليها لون واحد، انا شايف انا عارف انا بعمل ايه او بتكلم ازاي، وباين عندي خلاص انا فاهم الفرق العمود عن الحيطه والكلام ده كله، اوكي تمام. طيب في شويه رتوش بقى بسيطه قوي عايزين نقفلها عشان تبقى الدنيا ظابطه معانا. ايه بقى الرتوش دي؟ اول حاجه مثلا عندي هنا ان انا هنا في كاميرا، تمام، في كاميرا هنا كده ماشي هنا كده، فاكرين في عندي كاميرا صغيره كده ماشيه هنا مع نص العمود تقريبا، يعني هي الكاميرا حتى مش جايه لحد الاخر، لا هي نص العمود تمام. لو انتم فاكرين انا كنت بوريكم في الفيديو اللي احنا كنا مصورينه، هشوفه لكم لحظه واحده، احنا كنا عاملين الفيديو ده فين اهو، لو انتم واخدين بالكم الشقه خلاص، ثواني كده هنكبر الشاشه، ده الفيديو اللي احنا كنا عاملينه في الشقه، هنبص كده هنا واحده واحده كده،
طبعا ده الجزء اللي هو الايه الجاب اللي احنا قلنا عليها دي في الجنب. نجرر كده تاني شويه. ايوه اهي شايفينها كده باينه قوي اهي، ادي الكاميرا اهي اهي وماشيه اهي كده. حتى باخد بالك لو انت خدت بالك هي في جاب هنا مش واصل لحد الاخر بالظبط، تمام؟ يعني هي الكاميرا 25 كابولي ماشيه في نص الايه العمود بالظبط، ففي الجاب الصغير ده ماشي، ففي الجاب اهو عندك كده، ففي كاميرا ماشيه بالعرض كده عندي. طب في كاميرا الجهه الثانيه؟ اعتقد ما فيش الجهه الثانيه، كاميرا هنا خلاص هي كلها سد واحد. اوكي في نقطه ثانيه برضو عايز ارجع لها كده، انا براجع معاك كده. اه هنا العمود اللي عمل بقى هنا في نقطه بقى، اه هنا في نقطه مهمه قوي. ايه هي؟ ان الراجل قفل الحيطه دي ما سابهاش مفتوحه مع العمود. يعني لو خدت بالك هنا في الرسم بتاعنا في شغل البشمهندس، تمام خلاص لو انت خدت بالك هنا ده خلاص عرفنا ان هنا في كاميرا. اوكي هنا بص عمل ازاي، هو قافل الحته دي فاهمني، هو قفل الحته دي كده بانيه مع الحيطه بحيث ما يبقاش فيه جاب صغيره كده، هو لك لا العمود كده، فانا هقوم قافل ايه الحته دي بالنقطه دي كده. طبعا ده بالنسبه لنا محتاجين بقى نروح على الحيطه، فده محتاجين شغل كاد. انا بس بفهمك عشان تبقى فاهم الدنيا عامله ازاي، ده المفروض يتظبط في الكاد. يعني ايه يتظبط في الكاد؟ يعني انا عندي الملف ده كده المفروض تمام ان ده تقفل حته واحده حاجه، يعني ده يتقفل كده حته واحده، يبقى العمود كله ماشي سمك واحد. اوكي والمفروض يكون عندي هنا الكاميرا تمام زي ما احنا قلنا كده تبقى على 25 ماشيه من النص بالظبط. كاميرا عندي 25 سنتي تمام، تمشي في النص بالظبط، كابولي 25 سنتي وبيمشي يمشي في نص العمود. اوكي ما احنا هنضطر نعملها باشمهندس نهى، هنعملها مستطيل، بس انا بقول لكم ان في حاجات في التصميم لازم تاخد بالك منها ممكن ترجع لها تاني. اوكي طيب يبقى انا كده عندي شويه تصليحات بسيطه، هو بس المشكله هتبقى في ده ليه؟ لان لو قفلت كده اعتقد الجاب دي هتبقى كبيره قوي، هيبقى في براح هنا ما بين دي، مش هتبقى ماشيه الحته دي مستقيمه، المفروض دي تقفل مع هنا، فدي هتترحل معايا في الجزئيه دي. يعني انا لو جيت عملت كده بوكس من هنا خلاص وشغلت السناب بتاعي وخدت من هنا كده تمام لحد هنا ونزلت كده، طبعا الارضيه بتاعتي كام؟ الارتفاع بتاعي كله هيبقى 2.75. اوكي خلاص كده انا خلاص، هتلاقي بص ايه في جاب اهي تمام، مش هتلاقي ماشيه سموثينج زي الواقع. فهمنا كده يا باشمهندسه؟ تمام باشمهندس صلاح بيسالني بيقول لي مساء الورد، في طريقه عمل اعمل شيء في الكاد واضيفه فقط للماكس اذا كان ناقص. ده صحيح، بس المشكله انك لازم تعمله في ملف جديد. فهمتني يا باشمهندس صلاح؟ يعني اخد الملف ده مش بنفس الاسم، لان خلاص الفايل اللي هو بتاع ابو بكر ده خلاص هو دلوقتي مرتبط مع الماكس، فانا بعمل نيو فايل واخد التعديل الجديد اضيفه هناك. فهمتني يا باشمهندس صلاح؟ واضحه النقطه دي؟ اوكي طب تعالى نعمل التعديلات دي عشان سؤال باشمهندس صلاح برضو. هناخد مثلا الحيطه دي كده اهو الجزء ده ماشي قد الحيطه دي. بص اه هنا في فصلات اهو بقى في الحاجات الفصلان ده اللي كان عامل معانا مشكله تقريبا اهو، في فصلات اهي اللي كانت عامله معانا مشكله في الشغل هناك. انا هاخد الجزء ده كده مع برضو جزء البلكونه ده اهو تمام، مع طبعا ممكن نظبط بقى شويه حاجات كده كده كويس. بص هنا كده الحيطه عامله ازاي، ده كده بقى المشاكل اللي كانت عند باشمهندس ابو بكر تمام. بنعدل كده شويه اهو، طبعا التعديل هنا في الكات سهل جدا، الموضوع سلس قوي، غير طبعا التعديل في الماكس تمام. هنبص كده دنيتنا اهي اهو زي ما انتم شايفين كده، بنظبط كده الحاجات دي بتاعتنا كده على فتحه الباب بالظبط، كانت هناك مش مظبوطه، هنا اعتقد ممكن نقدر نظبطها تمام. وهناخد العمود ده مع فتحه الباب ده مع ده خلاص زي ما هو كده، الحوائط دي بس كده اللي فيها التعديلات البسيطه قوي، واخد الحيطه دي ما اعرفش في خط هنا ما اعرفش ايه، ادي حيطه برده ثانيه وادي العمود ده كده اللي احنا عايزين نشتغل عليه بالظبط. اوكي واخد كل ده كوبي كنترول سي واروح هنا اعمل كنترول في كنترول في اهو وانزلهم هنا كده تمام. بص بقى هنا في مشاكل ازاي، ده كان مشاكل في الملف اللي احنا اشتغلنا فيه بتاع البشمهندس ابو بكر تمام. الاول بس طبعا لازم اتاكد من اليونتس بتاعتي، عفوا بيكتب عربي يونتس. اوكي واظبط اليونتس بتاعتي هنا برضه نفس الموضوع عشان انا شغال هناك بالميترز، اوعى بقى تعك الدنيا هنا وتعمل حاجه جديده، لا لازم يكون نفس اليونتس هناك بالظبط. طيب هعمل كده ريكتانجل بسيط عشان اخلص على طول، واخد من هنا ده العمود بتاعنا لحد فين؟ لحد هنا. اوكي طيب الريكتانجل ده هاخده كده اعمل له ايه؟ هايد واشيل بقى اللي تحت منه خلاص، ده اللي هي الزيادات اللي مالهاش لازمه دي، واعمل له كده ايه؟ ايزوليت، اقول لك ايه؟ اند ايزوليشن. المفروض بقى ان انا عندي لاين كده هيطلع من هنا، او ان الريكتانجل ده تمام ان الريكتانجل ده كده يبدا منين؟
من اول فين؟ من اول هنا كده يا باشمهندسين، يعني الريكتانجل ده يطلع لحد فين؟ لحد هنا كده، تمام؟ يمشي معايا عدل لحد تقريبا المسافه دي كده، اوكي؟ تمام؟ خلاص. او ممكن اعملها كده، ممكن اخد الريكتانجل، او ممكن ماشي يمشي معايا، او ارسم الريكتانجل من الاول للاخر على طول مره واحده، اخد ريكتانجل من هنا من اول الفتحه دي كده لحد هنا كده اهو، ده العمود كله تقريبا، اخده جزء واحد واريح دماغي، تمام؟ خلاص، وابتدي اظبط الايه؟ التفاصيل بتاعتي دي. يبقى الجزء ده كده تمام اللي انا شغال عليه محتاج برضو بنيه تعديل، ممكن الونه فقط للايه؟ للايضاح. طبعا الحاجات دي كلها كان المفروض خدنا بالنا منها، بس مش مشكله هنعرف نتعامل فيها ان شاء الله. هنعمل له اكسبلود كده ونبتدي نشيل بقى كل الزيادات دي كلها، مالهاش لازمه عندي. خلاص. وفي هنا برضو لاين كده تاني، هتلاقي اللون الاحمر ده هنبقى نشيله بقى كده مع التاني، وده المفروض ان اللاين ده يقفل فين؟ ها يقفل مع الجزء اللي فوق ده كده، فده ممكن نعمل له اكستند تمام كده، ونقول له بعد اذنك وصل لي الخط ده ايه لحد هنا، وبعدين اقفل ايه الجاب دي كده معاه. يبقى دي الحيطه بتاعتي اللي طالعه مع الجزئيه دي. حابب انك ترحلها بقى لحد جوه هنا مفيش مشاكل، يبقى الجاب دي جوه البلكونه براحتك، تمام؟ عايز تتخن الحيطه شويه ترفعها لحد فوق برضو ترجع لك، لكن انا شايف ان هي لو اترحلت لحد الحيطه اي ثينك هتبقى افضل بكتير قوي من ان انا اعملها كده، تمام؟ يعني اعتقد لان هي الحيطه في الواقع هتبقى 15 سم، مش هتمشي معايا بالقصه دي. طيب يبقى انا كده عدلت الايه الجزئيه دي كده اهي، تمام كده، اعمل لك دي هاي تاني خلاص، وابتدي اشيل بقى خلاص ده كده مش عايز دي، ديليت، واقفل لاين للجزئيه دي تمام، واعمل كل ده ايه جوين. خلاص انا كده خلصت لي النقطه بتاعتي. طيب هنا عندي كاميرا عايز تتعمل، فانا عندي هنا مثلا سايب ممكن اعملها مالتي لاين على طول، او ممكن اعملها ريكتانجل خلاص، فممكن اقول له مالتي لاين، اوكي. الجاستيفيكيشن هيبقى زيرو، وعندك السكيل بتاعك هيبقى 25 سنتي اللي هو ايه كابولي. طبعا ما عنديش هنا الايه الخط النص، ممكن ابدا من النص هنا تقريبا وابتدي اظبطها، وافتح القرص عندي كده هيظبط معايا مثلا كده تقريبا اهي المسافه، اشوفها تقريبا قد ايه، تمام. واخد المسافه دي كده اعمل لها موف بقى، تمام. انا ده عشان ما عنديش اكسات هنا، فانا شغال ايه تقريبا بحاجه مبدئيا. هاخد مثلا ده كله كده اهو لحد الاخر بتاعي، هيبقى برده لحد فين؟ ياخد الاخر بتاعي لحد هنا كده، هو حجم الحيطه ده كده عمودي كده، تمام. يبقى دي الكاميرا بتاعتي اهي، شايفينها؟ دي الكاميرا اللي انا عايز اضيفها عندي، او ده الجزء اللي انا عايز اضيفه. هعمل له كده ايزوليت، تمام، وهاخده كده ده اعمل له اكسبلود، واعمل بقى في البلاين ماشي من الجزء ده، او ممكن اريح دماغي خالص اخدها ريكتانجل تماما خلاص، يعني قبل ما اعمل اكسبلود والكلام ده كله ممكن ايه اخليه زي ما هو، واخد ريكتانجل على طول من الكورنر للكورنر، يبقى انا كده عملت الايه الكاميرا بتاعتي مظبوط، تمام كده يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه ده كده؟ تمام، بس ادي كده الريكتانجل بتاعي. طيب عايز اشيل بقى ايه الجزء بتاع المالتي لاين، نبتدي نشيل الجزء بتاعنا اللي هو بتاع المالتي لاين ده، عايزين نشيله خالص. طبعا ممكن نعمل هايد للايه للريكتانجل، وناخد الجزء المالتي لاين نقول له شكرا مش عايزينك، نعمل كده اند ايزوليت، تمام. ادي عندك الكاميرا المضافه جديده، وادي عندك الحيطه. طبعا الحيطه هنا مش لازماني، انا عايز الكاميرا فقط لا غير، لكن كل ده يهمني اخده كده واعمل لك الموف، فاكر موف، وانقل من الكورنر اقصى كورنر للحيطه بقى، ماليش دعوه عشان ايه ده الجزء اللي عندي كده، واروح تحت في زيرو وزيرو، ولا بعد اذنك اروح للزيرو والزيرو، شكرا. هيبقى كده مظبوط عندي يا باشمهندس صلاح، عشان انت كنت تسال النقطه ازاي انقلها، فانا بحدد هنا نقطه الاصل زيرو زيرو عشان ينزلوا في نفس المكان يا باشمهندس صلاح. ده كان رد على سؤالك. باشمهندسها سميه بتسالني اخذنا فايل، اه طبعا بناخد ملف جديد لان ده خلاص ده اتضاف، يعني باشمهندس ابو بكر كده الفايل ده خلاص مربوط دلوقتي بالماكس، مش هينفع اضيف منه تاني، فلازم اعمله في فايل جديد عشان اضيف الاضافات بتاعت الجديده فقط لا غير، تمام. وممكن اعمل حركه لذيذه قوي، ان انا ممكن احط بس دول في لير واخدهم فقط، يعني احط الكاميرا دي الجديده واحط العمود في لير بس كده، ممكن اعمل لير كده جديده فقط، تمام، اسميها حتى لير 1 ما عنديش مشكله، واسيب الباقي مش عايز الحيطان، ما الحيطان عندي موجوده وانا اوريدي عملتها، انا اضيف بس ايه لير جديده فقط عشان اخد اللير لوحدها، تمام. هو جاي كولومز وول، طب الول دي كده جايه معايا حاجه، دي الولز او مش عايزها، ودي الكولوم، تمام حلوه. انا عايز بس ايه لير واحده كده خلاص، هي دي اللي انا عايزها، حتى اسميها لير 1 ما عنديش مشكله، اوكي، واحط فيها ايه ها الجزء بتاع الكاميرا اللي انا هضيفه والكولوم الجديد بتاعي، يعني الكاميرا هو ده اللي انا عايزه بس، وده اللي انا عايزه. يبقى هم ده حاجتين فقط، التعديلين فين اللي انا عملتهم اللي انا محتاجهم فقط لا غير. يبقى انا هطلع كده اقول له بعد اذنك حط لي دول في اللير اللي هي لير 1 بس كده، اوكي شكرا، تمام. وافتح بقى ليراتي كلها، يبقى كله موجود عندي،
تمام، وابتدي انقل ايه الحاجه بتاعتي. اعمل كده سيف طبعا الفايل ده على الديسكتوب اهو نفس المكان، ودروينج 1 مش مشكله اي اسم، انا كده كده تكمله. باشمهندس يعني بتسالني هو الماكس ما فيهوش امر لرابط اي تعديل في ملف الكاد يتم التعديل عليه في الماكس زي برنامج الريفت كده؟ بص يا باشمهندسه، هو موجود الرابط بس الماكس مش زي الريفت، تمام؟ الماكس رخم اوكي، وانا عشان اقدر انا مثلا جيت بعدل اي حاجه غيرت في الكاد يبوظ لي ملف الماكس بتاعي، فطبعا لا. فاحنا هنا غالبا في الماكس احنا بنجيب الملف كله امبورت بس، ما بنعملوش لينك. يعني انت لو خدت بالك يا باشمهندس هنا احنا كنا بنتكلم هنا في الماكس بنقول هنا امبورت اهو لينك تو كات، فيشتغل معاك زي ما انت عايز. بس طبعا الموضوع ده بيبقى متعب ومجهد جدا وبيبقى فيه مشاكل كتيره قوي. فانا هاجي برده كده نكمل بقى الجزئيه دي، هاجي كده فايل ماكس واقول لك امبورت، وهجيب الملف بتاعي اللي هو الدرونج الجديد بقى واقول لك ايه اوبن. هتيجي يجي معاك اهو، خلاص ده بقى حاجه جديده خالص، مش هجيب لك نفس الملف القديم. واضح يا باشمهندس صلاح؟ يبقى انت لو عندك مشكله في تعديل في ملف الكاد هتتعب، بس انك هتعمل ملف جديد خلاص لوحده كده تشتغل عليه مستقل وتدخله على ايه للكاد عادي جدا تمام. برضه هنا اليونتس بس واللايرز فقط لا غير، ما باخدش لاير وماتيريال اوكي، لان هو طبعا لو انت خدت بالك في الكاد هو واخد لون اهو اللي هو اللون اللبني ده او الساين ده، خلاص ده لللايرز تمام. طبعا واحد يقول لي طب انا ممكن اخليهم كلهم ابيض، براحتك مش مشكله، بس انا بريح دماغي خالص بقول له لاير وخلاص ما باخدش كالرز. واللاير بتاعتي انا مش عايز اي حاجه خالص غير بس ايه اللاير 1 فقط لا غير، واقول له ايه اوكي. هيتضافوا معاك اهو، شايفه اهو نزل عندك اهو اللاير اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو لاير 1 تمام. اقدر اشتغل عليه بقى كده بمنتهى البساطه، اخد لاير 1 افندي ده واعمل له كده ايه ايزوليت لوحده اهو، ادي الجزئيتين بتوعنا يا باشمهندس تمام. طبعا ده عمود هياخد ارتفاع وده تمام. دي اضافه تمام بالظبط كده دي اضافه على الملف طبعا. هنا ده الكاميرا حوالي صوتها 36 سم او 35 سم وده عمود، فلازم اعمل الاثنين ايه ديتاتش، لازم افصل الاثنين عن بعض كده. فانا ده كده اقول له تعالى بقى نتعامل على الاس بي لاين لو سمحت خلاص، وعايز اخد الراجل ده لوحده اعمل له ايه فاكرين ولا نسيته؟ مش منسين شكلهم نسيوا. ماشي هنطلع كده نقول له بعد اذنك اعمل لي ايه ديتاتش، افصله خلاص ديتاتش كده، خلي لي ده لوحده شيب ايا كان، افصل ده عندك خلاص كده انا خلصت النقطه بتاعتي دي تمام. والاخ ده كده ماشي، ده لوحده وده لوحده بقى اصبح ده لوحده وده لوحده. يهمني طبعا نقطه البيز بوينت او البيفوت هنا، فاكرين احنا كنا بنتكلم في موضوع البيفوت لو حد متخيل او فاكر يعني تمام. انا كنت بقول لك ايه افكت بيفوت اونلي واقول لك اعمله لي ايه ماشي فاكرينه سنتر تو اوبجكت، كل واحد يروح للسنتر بتاعه لو سمحت. هنا نفس الموضوع، هنا برضه اقول البيفوت اونلي واقول لك برضه سنتر تو اوبجكت، خلاص انا ظبطت كل واحد البيفوت بتاعه بقى في مكانه، ده البيفوت هنا وده البيفوت بتاعي هنا. واحد يقول لي يا باشمهندس الكلام ده بيهم فيه؟ اقول لك لا، المهم ده ان انا ابقى عارف السنتر بتاعي فين، لو عايز ارفعه عن الارض ارفعه بارتفاع معين. يعني مثلا دي عايز ارفعها سين مثلا للسقف فوق اللي هو اللي كنا بنرفعها 2 متر تقريبا او 2 كام حاجه زي كده، عايزين نرفع المسافه بتاعتها فلازم ارفعها من السنتر بتاعها. لو السنتر بتاعها في الشارع الثاني كده طبعا المساحه او الابعاد عندي تبقى مش مظبوطه، عايز اعمل له ازاحه يمين او شمال يبقى برده الابعاد مش مظبوطه، فيفضل ان البيفوت بتاعي يكون في النص. طيب تعالى بقى العمود ده هندي له ايه الامر بتاعنا الجميل اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الموديفاي فاكرينه، ندي له اكسترود. ده العمود كله هيبقى طالع كام؟ شوف هنا بقى عشان طالع مظبوط طلع كله سوليد، ده كان 275. طيب الكاميرا دي برده هنديها نفس الامر اكسترود، بس دي هتطلع كام؟ دي حوالي 35 سم اوكي. كده احنا خلصنا الجزئيه بتاعت طبعا اللون برده عايز اديهم لون، ممكن اخليهم كده مؤقتا واعمل كده اند ايزوليت وابتدي اشتغل على الاجزاء الثانيه. طبعا هشيل العمود اللي هو هنا ده اللي انا كنت حاطه القديم قبل ده ماشي، اللي هو الايه الجزء اللي انا بوكس اللي انا عملته ده كده ديليت، والكولومز اللي قبل منه ده كمان ديليت. طب ثانيه واحده كده اعمل حاجه كنترول زد يعني اعتقد ممكن اخليه كده يعني ممكن اخليه بالشكل ده، اعتقد هنا اظرف شويه يعني كده اظرف شويه، فانا ممكن اخلي العمودين دول وامسح الايه الاصل. يعني ممكن اعمل ده كده هايد، ده اعمل له كده هايد، هنا هايد برضه كده هايد سيلكشن، والعمود الاصلي خليه برضه هايد سيلكشن تمام. والعمود بقى اللي ايه اللي هو ده كده خلاص ممكن اقول له ديليت بقى، هو لو في الاعمده في الاعمده بعمل له كده ايزوليت عشان ما دلتش كله طبعا، عايز امسح العمود ده بس، فلازم اخش على الاس بي لاين بتاعه واقول له الحاج اس بي لاين ده انا مش عايزه تمام، اعمل له ايه ديليت خلاص، يبقى انا كده شلته من الجزئيه دي، وارجع بقى الاكسترود بتاعي يبقى ايه خلاص شلت العمود اللي عندي هناك ده تمام. يعني ما دلتوش كده بمزاجك وخلاص يعني لا تمام. ونعمل كده ايه انهايد تمام، نخفي بس الحيطه دي نقفلها كده، السيلينج ده مش عايزينه دلوقتي
خلاص يبقى احنا كده نزلنا العمود بتاعنا مع الكورنر اللي هنا ده، في حاجه كده زياده مش عارف ايه دي، واخد الحيطه كلها ولا ايه؟ مش ماشي الحيطه كلها كده صح؟ مش المفروض ان هو كده مش ماشي الحيطه كلها؟ طيب عايزين لحد بس كده نظبط ده مع ده، في حاجه هنا غلط. طب الول دي نقفلها، انا مش فاهم في حاجه مش مظبوطه. لو ده نعمل له كده الت اكس، احنا المفروض ظبطنا الحيطه دي، المفروض دي من دي كده يبقى دي كده ايه، المفروض دي اخرها اول الحيطه دي كده، يبقى البوكس ده مع الحيطه اللي ورا دي كده تمام، ده مع ده كنترول، ونعمل لهم الاثنين ايزوليت ونبتدي نتعامل معاهم لوحدهم، لان كده المفروض العمود عايز يصغر عن كده. فالعمود ده هنراجع على الاس بي لاين كده، واقول لك بعد اذنك هتقولي كده الاس بي لاين بتاعه، وابتدي اعدل العمود من التوب. معايا باشمهندسين؟ باشمهندس محمد يقول لي كلنا كنا طلعنا من الكاد مظبوط يريح. اه ما هو المفروض ان هو من الكاد مظبوط، بس ما اعرفش احنا ممكن يكون زاد مننا واحنا مش واخدين بالنا، تفتكروا؟ اه ممكن يكون زاد شويه المفروض يعني، ما علينا. فدي بقى اخطاء بقى كده، عشان كده قلت لكم ان كل حاجه بعملها في الكاد انا قاصد ان انا اظبط الشغل بتاعها عشان ما اتعبش بعد كده. فاللي انا بعمله ده نتيجه ان انا في عندي مشكله في ملف الكاد. خلاص؟ ان انا عندي مشكله في ملف الكاد. طيب ده كده اهو. خلاص انا كده عدلت الابعاد بتاعتي، خلاص انا كده عدلته تمام، خلاص اوكي. اطلع بالاكسترود هتلاقي كل حاجه بقت مظبوطه، ما عنديش مشاكل خالص باذن الله. في حاجه غلط؟ اه في حاجه حصلت غلط، معلش عفوا. ايه ده؟ انا دلوقتي خدت ده كده اهو، المفروض اخد ده كده الفيرتكس دي تمام، وارجع بيها كده لحد ورا هنا. اه طلعت فوق ماشي اوكي سوري، هنا زيرو حلو قوي، واخد الفيرتكس دي نفس الايه دي كده ماشي اوكي كوبي، واخد ده كده. شفت هنا التعديل بيبقى عامل ازاي؟ شايفين التعديل بيبقى متعب ومقرف ازاي؟ فعشان كده قلت لك انا بهتم بشغلي تمام، عشان ما اطلعش اروح انا في الماكس. انا كده ظبطت الدنيا اهي زي ما انت شايف كده اهي، خلاص ظبطنا الدنيا عندنا الحمد لله. ادي العمود وادي الحيطه زي ما هم بالظبط، بعمل كده ايه اند ايزوليشن، هتلاقي كل حاجه بقت عندك ايه مظبوطه باذن الله تمام. يبقى كده عند الحيطه اهي بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهي مظبوطه بالظبط، يبقى العمود ده كده اعمله بقى الت اكس يرجع تاني زي ما كان، يبقى عندي ايه الدنيا بتاعتي اهي تمام التمام. طيب احنا كنا عاملين الزد بتاع دي حوالي 2 متر 40، ناخد دي برده كده 2 متر 40. رفعنا الكاميرا بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بالظبط يا باشمهندسين. يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعتنا اهي بالظبط، والدنيا عندنا طبعا باشمهندس محمد الشغل في الماكس محتاج وقت ومجهود. في حاجه هنا ما اعرفش ايه دي، حاجه جايه كده في النص كده ما اعرفش بتاعت ايه دي، يعني في حاجه هنا لو انا عملت كده هايت للارضيه دي، في حاجه كده في النص. اه ده البلوك ماشي اوكي خلاص، ده البلوك الحاجات دي كلها. ممكن ناخد بقى كل البلوكات دي من اول هنا كده شيفت لحد فوق، ونعمل كل ده نقفلهم وناخدهم كلهم، ممكن نحطهم كلهم في جروب عشان ما يوجعوش قلبنا. فين 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 فين، عايزين كل ده بسم الله. طب ما تزعلش جروب، اعمل جروب كل ده اخده في جروب اوكي تمام. يبقى كل ده يتقفل مره واحده كده عشان نلم الايه الزحمه بتاعتنا دي ماشي. طيب يبقى كده الجروب بتاعي كله مش عايزه، مش عايز اشوف منه حاجه. في حاجه ثانيه تايهه، المفروض كده كله مقفول. في حاجه ثانيه مش داخله جوه الجروب ماشي. كل ده كده اوكي حلو قوي جميل جدا ماشي. فرنيتشر ماكس ده خلاص اوكي، وفي برضه خلاص تمام. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه ده كده؟ يبقى انا كده بدات اظهر ايه الارضيات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وادي الحوائط بتاعتي تمام، ادي كل الجزئيات وادي الشبيكه للوول اهي، خلاص كل الدنيا عندي مظبوطه. وادي يعني عملت الكاميرا اهي اللي هي موجوده عندي، اللي كان شغلها زي ما احنا شفناها بالظبط في الفيديو اللي انا وريته لكم تمام. اه بالظبط اهي كده، ده بقى ايه اهو زي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، الكاميرا اهي اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الشغل اهي، اللي بقى الكاميرا بتاعتنا اللي فوق اهي كده اهي. يبقى كده ايه ظبطنا الدنيا بتاعتنا كلها. طيب لسه برضو في شويه تظبيطات كده بسيطه، خلاص ده كده ممكن ايه حتى اسيبها بلونها مش مشكله. عندي برضو شويه حاجات ثانيه متظبطه او بتحتاج تظبيط. ايه هي؟ باب البلكونه ده، ما الباب ده فيه عتب فوق تمام، يعني في برضو كاميرا من فوق، يعني انت لو بصيت برضو في الفيديو هنا خد بالك ان المعاينه بتفرق كتير قوي بقى في النقاط دي. يعني بص ما اجي هنا كده بص الكاميرا فيه اهو، شايف هنا فوق باب البلكونه اهو، فالباب مش هو قافل خالص لفوق كده، ده في كاميرا برضو عندك فوق اهي زي ما لو انت شايف. انت شايفين الفيديو ولا مش شايفين يا جماعه؟ شايفين ولا مش شايفين؟
مش مهندسين، انتوا شايفين الفيديو واضح؟ ماشي اوكي. يبقى انا هنا كده ده كاميرا كده فوق اهي، فوق الباب بالظبط. اهي دي الكاميرا اللي فوق الباب، انا بحاول اقربها كده شويه، اللي هي نفس الكاميرا اللي ماشيه اهي. ده الكاميرا هي اللي فوق الباب، تمام؟ فالكاميرا دي ماشيه مع الكاميرا اللي هناك نفس الايه؟ الارتفاع بالظبط. يبقى انا كده فوق الباب هنا في عندي كاميرا 36 سم. فانا اعمل ايه؟ فاقوم جاي كده خلاص. ممكن بقى بوكس كده بمنتهى البساطه عشان انجز وقت. طبعا هي الحيطه دي كانت معوجه مش مشكله، اقوم واخد بوكس عندي من الكرييت هنا، واخد بوكس كده من زاويه، تمام؟ افتح السناب بتاعي واخد كده من الزاويه دي يا باشا، تمام كده لحد الزاويه اللي هناك دي كده. هتيجي بقى ما ايه، هتتعبني قوي. ده كانت المفروض تيجي برده معانا من الكاد عشان الموضوع ما يبقاش متعب. ما لهاش غير حل واحد طبعا، عتب ولا كاميرا. لا ده كاميرا مش مهندسه زينب، كاميرا اللي هي امتداد الكاميرا اللي ماشيه دي. يعني هي الكاميرا دي كده ماشيه اهي، اوكي؟ الكاميرا دي ماشيه كده وماشيه فوق الجزء اللي فوق ده كده، تمام؟ ومكمله فوق الباب، فده كاميرا. هيتعمل بس محتاج اللاين ومحتاج حاجات كتيره قوي، يعني ممكن محتاج اللاين، فممكن نعمل بوكس وبعدين نبقى نعمله اللاين، تمام؟ يعني ممكن ناخد كده ايه، او ممكن نيجي ايه، ممكن نعملها بحركه لذيذه قوي. احنا ممكن نرسمها ريكتانجل هنا، او نرسمها في الجزء اللي فوق ده كده، ممكن نرسمها رسم، تمام؟ خطوط طبعا هنا برضو الخطوط زي ما انت شايف مش نافعه، تمام؟ فاحنا ممكن نيجي على الحيطان دي كده ونقول له بعد اذن حضرتك عايزين نعدل فيها المشكله اللي كانت موجوده في الملف، خلاص. ونيجي على الفيرتكس بتاعته ونقول له والله الفيرتكس دي مكانها فين، نقفل كده السناب عشان ما لقيناش الفيرتكس دي، المفروض يا باشمهندس يبقى مكانها هنا. سوري عفوا، كنترول زد، واقول له امشي لي على اذنك بعد اذنك على الارض، واقول لك دي مكانها المفروض هنا كده، اوكي. والفيرتكس دي المفروض يكون مكانها هنا. ده التعديلات اللي احنا كان المفروض نعملها في الكاد. مش مهندسين سامعيني كويس؟ مش مهندسين سامعيني؟ في حد بيقول لي الصوت راح؟ لا اتاكد عندك في المايك لو سمحت، او سوري السماعات عندك تكون شغاله ولا لا. اهو كده، وده برضو نعمله كده اهو، تمام؟ اوكي، يبقى كده خلصنا الجزئيه دي. وبص كده على الاكسترود، اتاكد برضو ان الحيطان عندي ما فيهاش مشاكل عشان اظبط الايه الدنيا عندي. الحيطان عندي مظبوط الحمد لله. طب اعمل ايه هنا؟ والله ممكن هنا بمنتهى ببساطه هتبقى بسمك الحيطه يا باشمهندس، عشان سمعت تبقى بسمك الحيطه بالظبط. هي ماشيه معانا بسمك الحيطه، لان لو خدنا بالنا من الفيديو هنا بيوضح اهو، ماشيه سمك الحيطه اهي، اوكي؟ يعني انا ببص كده ماشيه كلها سمك واحد اهو مع الحيطه، خلاص مفيش عندي فيها سمك كبير، فهي ماشيه سمك الحيطه بالظبط، تمام؟ ما هو عشان كده المعاينه اللي احنا عملناها في الاول بيبقى موضوع مهم جدا، خلاص موضوع بيبقى مهم جدا. المعاينه اللي احنا عملناها، هبتدي ارسم كده لاين من هنا لحد هنا كده اهو، وارسم كده لاين كده، وارسم لاين كده، واقول له هنا ايه كلوز، اوكي ده كلوز اس بي لاين. يبقى انا كده رسمت، تمام؟ بدل ما اروح للكاد رسمت هنا كاني برسم في الكاد بالظبط، اوكي. واطلع ابتدي اشتغل ليه هنا كده، اقول له الراجل ده اللي انا رسمته عايز اديله ايه اكسترود، واديله السمك بتاعه كام يا باشمهندسين؟ احنا كنا مدينه 36 35 سنتي، وقلنا هيبقى ارتفاعه الزد بتاعه 2 متر 40. ادي الايه الكاميرا بتاعتي اهي، اوكي تمام. حد عنده سؤال في اللي انا عملته ده؟ تمام كده. لا هو مش بوكس اسهل يا باشمهندس محمد، لان البوكس هيبقى خطوات اكتر، هترسم بوكس وبعدين تعمل له اللاين والكلام ده كله. لا انا رسمت لاين عادي جدا، واللاين هنا بيترسم في الماكس ان بولي لاين بالظبط، يعني هنا رسم بولي لاين، مفيش بقى انا لاين واحول، اوكي. فانا رسمته وخلاص على نقاط الحدود بتاعتي، فهمتني يا باشمهندس محمد؟ يعني انا هنا كده لما رسمت لاين خدت نقطه 2 3 4 وقلت له كلوز، خلاص هو ايه قفل على طول مباشره، فانا كده خلصت الموضوع بالالاين بتاعه بكل حاجه، تمام؟ اوكي. طيب في عندي ايه تاني برضو؟ عندي تقفيلة الباب بتاع الشقة، في عندي برضو هنا ده ممكن اعمله بوكس بقى. في الباب اللي هو بتاع الشقة اهو، وباب الحمام والطرقة، يعني خد بالك في عندك كده كذا كاميرا، فأنا ممكن أعمل مش عارف ايه الخط ده، ده السقف فأنا ممكن آخد بوكس على طول بقى أهو، ماشي؟ أقول لك هات لي بوكس بقى كده على طول، آخد برضو السناب، ماشي؟ وأبتدي أرسم على حدود الباب، برضو الحيطان دي مش جاية على الباب، معرفش ليه، فأنا محتاج برضو أظبط الحيطان هنا الأول. ماشي يا باشمهندس محمد أبو بكر، تمام؟ عندك الحاجات مش مظبطه هي الابعاد، انا ما رجعتش طبعا الابعاد ومشيت وراك، تمام؟ وادي النتيجه ان انا عمال اصلح في الحاجات دي كلها. ماشي حاضر يا باشمهندس محمد، اشوف لك حاضر الدنيا دي. طبعا انتوا لو شغالين في البيت بقى الاخطاء دي حاولوا انتوا تظبطوها، يعني انت ايه اعرف بقى اخطائك دي وابتدي عالج النقاط دي عشان ايه ما تقعش في الايه في المعجنه اللي انا فيها دي، تمام؟ فهمنا كده يا باشمهندسين؟ اوكي، فانت حاول تعدل او تصلح النقاط دي عشان ما تتعبش التعب اللي انا بعاني منه دلوقتي. فاللي انا قلت لك في الكاد في الاول اللي احنا قلناه فاول شغلنا امشي عليه ما تغيرش فيه حاجه،
اوكي انا بس ايه عشان اشتغلت على ملف باشمهندس محمد ابو بكر فانا بعاني من المعاناه اللي انا فيها دي. لو انا كنت شغال على الملف بتاعي من الاول ما كنتش احتاج كل اللي انا بعمله ده. فاهمني يا باشمهندسين؟ يعني انتوا ان شاء الله لو مشيتوا على الخطوات بتاعتي اللي احنا قلناها في المحاضرات الاولانيه ما كنتوش هتعانوا او مش هتعانوا ان شاء الله باللي انا بعمله ده. انا مضطر ان اعمل كل الكلام ده عشان باشمهندس ابو بكر كان الحاجات عنده لسه ما كانتش متظبطه قوي واحنا اشتغلنا عليها على طول. هنا كده ورب ربنا يستر يكون مساله البيبان مظبوطه يعني. تمام؟ هي مصلحه تعليم بس ممكن بعض الناس اللي لسه مبتدئين ممكن يزهقوا، ممكن يحسوا ان الموضوع صعب والموضوع فيه مشاكل. لا هو الموضوع مش صعب ان شاء الله ولا حاجه. الموضوع بسيط جدا باذن الله. تمام؟ لو انت مشيت صح على انا قلته في الكاد هتلاقي الدنيا معاك باذن الرحمن زي الفل، مفيش فيها ادنى مشكله خالص. اوكي؟ تمام كده احنا ظبطنا بقيه البيبان بتاعتنا دي. تمام خلاص تمام كده نشوف الاكسترود بتاعنا مظبوط. مظبوط يبقى احنا كده ظبطنا دنيتنا كلها. يبقى انا كده محتاج يا باشمهندس ارسم هنا بوكس، ممكن ارسمه من هنا كده خلاص في 3 دي. اقول لك تعالى بحط لي بوكس هنا. تمام انا هاخد البوكس بتاعنا بقى اللي هو الكاميرا اللي فوق دي وارسمها له، مش لازم بقى 2 دي ولا حاجه، ممكن اشتغل على 3 دي عادي خلاص. وارسم لك البوكس بتاعك بالسناب خلاص. اوكي كده من هنا لحد هنا كده اهو وانزل بيه. طبعا هم كلهم نازلين حوالي برضو انه ايه ال 35 سنتي. تمام كلهم نفس الارتفاع تقريبا. طيب ده بالنسبه هنا. بالنسبه باب الحمام برضو نفس الموضوع، باخد بوكس تاني واتاكد من نقاط السناب بتاعتي صح. تمام من الكورنر للكورنر واقول له والله الراجل ده برضو هيبقى كام؟ 35 سنتي. تمام اوكي. في عندي فين بقى تاني؟ ها اعتقد في كاميرا. فين بقى الكاميرا هنا؟ تمام فين الكاميرا بتاعتي هنا؟ اعتقد على اول الطرقه على طول تقريبا هنا، هبص عليها برضو في الفيديو. نبص كده مع بعض نشوف مكانها فين بالظبط. اول الكاميرا دي ارجع 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 كده فين 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 فين. ايوه على اول باب الحمام بالظبط شايفينها اهي. في كاميرا هنا ماشيه كده على طول اول باب الحمام بالظبط. تمام ماشي اول باب الحمام اهو. يبقى عندي كاميرا او الكاميرا بتاعتي او البيمز بتاعتي فين؟ على اول باب الحمام. يبقى انا هاجي عند باب الحمام كده بالظبط ده واعمل كاميرا هنا. ماشي خلاص. فانا هاجي كده ايه من ممكن اجيبها من التوب بقى عشان ايه ما الخبطش نفسي. تمام ممكن ارسمها بقى لاين، ارسمها ايه وكمان كاميرا فوق شباك الانتري. هبص عليها حاضر يا هندسه ماشيه كامله فوق باب الحمام كمان. لا ما انا ما اصل باب الحمام ما ده الباب هيتعمل طبعا بقى بوكس زي ده كده برضو. يعني هاخد هنا برضو بوكس اهو. تمام اخده من باب الحمام كده او باب المطبخ قصدي من هنا لهنا كده. تمام اوكي ده البوكس بتاعنا وهيبقى برضو ارتفاعه سوري عفوا ماينس 35 عشان بشوف ايه ارتفاعه للاسفل. تمام وممكن اعتقد ممكن لو خدته كوبي وممكن ارسم واحد تاني وخلاص ما عنديش مشكله ارسم بوكس. بس فكره ايه التعامد بقى، انا شغال نقطه تعامد هنا سناب على تعامد ايوه كده عشان ايه يظبط معايا خلاص. واخد برضو بوكس وابتدي ارسم من هنا كده وانزل تعامد. مش هجيب لي تعامد هنا ماشي اظبطها بايدي ما عنديش مشاكل واظبط الدنيا بتاعتي. سوري عفوا اشتغل البوكس بتاعي ده ممكن اخده من هنا كده اهو ما عنديش مشكله خالص وانزل ايه لحد تقريبا او لا اظبطها على شكل افضل كده تقريبا واظبط انا بايدي معرفش ليه بين البعيد كده. طب نشوف السناب بعد اذنكم لحظه واحده. راح سناب اند بوينت ماشي سناب اند بوينت. اوكي 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 ماشي تمام خلاص. اوكي احنا كده ممكن نشتغل معانا بيفوت ماشي اوكي. بنحاول نظبط ليه جزئيه السناب بتاعتنا وناخد مثلا جزء كده ممكن نظبطه اهو لحد هنا برضه بين الناحيه الثانيه مش مشكله. طيب هنظبط قلنا سمك الكاميرا دي لو احنا خدنا بالنا هيبقى الارتفاع بتاعها ماينس 35 خلاص. والسمك بتاع الكاميرا دي كان كام اللي احنا عاملينه هنا باب سوري عفوا باب ده كان السمك بتاعها كام يا باشمهندسين؟ 12 سنتي اللينس 12 ماشي في 90 سنتي. طب يبقى ناخد ده اللينس 12 سنتي ده هيبقى برضه 12 بس ماينس 12 بقى لا ماينس 12 في يا عم مالك هو زعل ليه قوي كده؟ طب 12 سنتي ما تزعلش اهو يا سلام انت كده زعلان قوي يعني ماشي. وناخد بقى من هنا كده موف ننقله من هنا لحد هنا كده ما عندناش مشكله خالص في المتر 30 اللي هم بتوع الايه الجزئيه دي. اعتقد كده ظبطنا الايه الكاميرا بتاعتنا مظبوطه كده صح. مش عارف ليه حاسس ان الكاميرا ممكن تكون في الطرقه اكتر من 35 سنتي صح كده
الكاميرا ممكن تكون اكتر من 35 سنتي، صح ولا لا؟ يعني بصينا كده في الكاميرا كده، ولا هي كده 35 مظبوط؟ ماشي ماشي، خليها 35 مش مشكله، انا طبعا معيش ابعادها دلوقتي بالظبط، بس خليها ايه 35. يبقى كده احنا عملنا الايه الاجزاء بتاعتنا دي. مش منصب طبعا الحاجات دي كلها ماشيه مع الباب، ما هو فوق الباب 35 الباب هنا 35 برضه. كل الكلام اللي احنا عملناه ده كده تمام التمام، مفيش مشكله خالص. عايزين بقى باشمهندس بيقول لي هنا في كاميرا فوق الشباك، نبص كده على ايه كاميرا فوق الشباك كده بسرعه. فين 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 فوق الشباك فين؟ اين انت؟ هي الشباك مفيش كاميرا فوق الشباك يا باشمهندس. باشمهندس يا ابو بكر مفيش كاميرا فوق الشباك. بص مفيش كاميرا فوق الشباك اهو، مفيش. تمام معايا باشمهندس ابو بكر؟ مفيش كاميرا فوق الشباك، تمام كده. اوكي طيب، يبقى كده ظبطنا كل حاجتنا، فاضل لنا حاجتين اتنين، الشباك ده والشباك ده يا باشمهندسين. اوكي محتاج هنا شباك ومحتاج هنا شباك. طب انا جايب الشباك معايا، انا جاي من الايه من الماكس صح؟ مش في الويندو عندي اهي، واعمل لها كده ايزوليت. ادي الشبيك بتاعتي، ادي شباك وادي شباك، صح ولا غلط؟ طيب عندك حاجه بقى ممكن تعمله بروبوليان، ممكن تعمله، بس طبعا احنا ما بنتكلمش. خد بالك ان الماكس دايما بيعتمد على شقين اتنين في الشغل، شق الشغل اللي احنا بنشتغل فيه ده الاولاني، انما الشق الثاني هو البروفيشنال بقى، الحاجه العاليه قوي اللي الناس حضرته معايا قبل كده، ان انا بشتغل على طول اللي هو اسمه ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معلش طبعا سامحوني، النهارده بقول لكم انا طول النهار من 6 الصبح واقف في الموقع، فتلاحظوا عليا الاجهاد يعني، فمش طبيعتي بس غصب عني يعني. تمام؟ الطريقه الثانيه اللي بشتغل فيه اللي هو الكونفرت اديتابل بولي، او الاديتابل بولي عندي ان احول حاجه لا مش الاتاتش، مش منسنوها، الاديتابل بولي على طول، ان انا اشتغل حاجه زي ما كنا بنجيب بوكس ونبتدي نشكل فيه وايه زي الصلصال كده، فكان اسهل واسرع على طول، ده الاديتابل بولي او الايديت ايبل بولي لاين، الايديت ايبل بولي. تمام خلاص، ده النوع الثاني والبروفيشنال في شغل بتاعنا احنا. ففي هو شقين في الماكس عموما بنقولهم لاي حد معانا في القرص، في شغل النبي عندي ملف الكاد تمام، او انا برفع مسات من الكاد واشتغل بيه، وده يمكن اسهل شويه خلاص او مباشر يعني بالنسبه للمبتدئ. الجزء الثاني اللي هو بيبقى بروفيشنال بقى، الناس اللي هم متمرسين في الماكس على طول بيقوم راسم الاوضه دايركت على طول، ويبتدي يطلع بيه ايديت ايديتابل بولي او ايديت ايبل بولي. اوكي ده الشق الثاني طبعا، دي حاجه ايه بروفيشنال بالظبط. طب تمام مش هنسنوها، كويس قوي انك افتكرت. طيب تعال عندك الشباكين دول اهم، طبعا الشباك ده غير الشباك ده. اعتقد ده متر و12 في متر و12، ده متر 43 في متر 43، فانا محتاج اعمل اثنين ايه ديتاتش. اوكي لازم افصل الشباك ده عن الشباك ده، فاخد الاس بي لاين ده اقول له بعد اذنك خد لي ده يعمله لي ديتاتش زي ما احنا قلنا قبل كده اهو. ماشي شيب، لا قلنا لك مثلا ويندو 2 خلاص. اوكي واخيرا ده هيبقى ويندو 1 تمام كده. ماشي خلاص كده ظبطنا دول، واخد بقى البيفوت بتاعه زي ما احنا كنا بنقول قبل كده. اخد البيفوت ده اقول له بعد اذنك اظبط لي البيفوت بتاعه في السنتر. اوكي وخد الاخ ده البيفوت بتاعه برده، خلي لي البيفوت بتاعه في السنتر، قلنا عشان الابعاد والشغل بتاعي، وده هيبقى ايه ويندو. اوكي ماشي، يبقى ده هيبقى ارتفاعه ده متر 43 في متر 43، فانا اقوم عامل له اكسترود على متر 43 سنتي. اوكي متر 43 سنتي ارتفاع الشباك، وده هيبقى حوالي اعتقد ده متر 12 في متر 12، فاقول له اكسترود في متر 12. نفس ايه هو الشباك مربع، ممكن نتاكد برضو من الكاد. تمام نتاكد منه ازاي، نفتح ملف الكاد كده ونشوف عند باشمهندس ابو بكر او عندي انا في اللوحه بتاعتي. معلش ارجع للريفرنس بتاعي انا في اللوحه اللي انا شغال فيها. تمام للتاكيد، وهتاكد ان الشباك بتاع ده 143 هو شباك مربع، فانا لو بصيت على الشباك ده اهو هتلاقيه كام؟ ده متر ونص زائد، المفروض ده متر 43 في متر 43، ده المفروض يعني حجم الشباك الفعلي. وهنا كام برضو معمول متر ونص، كتير او متر ونص. لا يبقى هنا في عندي خطأين في الشباك محتاجين تعديل خلاص في الماكس. المفروض ان هو طبعا باشمهندس ابو بكر عملوا نفس الموضوع، لكن هو المفروض ده متر 12 وده متر 43 في متر 43. تمام المفروض يعني ماشي خلاص. المخطط طلع متر ونص، اصل هو الواقع لما انا جيت اسحب، اصل انا وانا بعمل بشطف في الالوميتال اس الشبيك على الحلوق، ف
فلقيت الشباك اللي بره 143 سم، ده خد بالكوا ده بعد الحلق، يبقى هو فعلا ممكن يكون بعد الحلق تشيل، يبقى هو 150 150 ده كده، بس التاني 112 في 112. فاهمين حاجه؟ يعني انا لو جبت لكم حتى واجهه العماره، بس مش عارف عندي صوره جانبيه ولا لا، وفي الفيديو هنا ممكن يبان ده الشباك ده. طيب بصوا كده، سنة ده الشباك بعد الحلق، يعني ده الحلق اهو بتاعه الخشب ده خلاص. لو جبت الشباك الجانبي هتلاقوه اصغر، مش عارف هيبان هنا بالراحه. ايوه اهو، شايفين ده الشباك الجانبي، فهو اصغر من اللي بره وقريب زي ما انتم شايفين، قريب من هنا قوي، يعني قريب من الاخر كده قوي هنا في الجزئيه دي كده، تمام. فده الشباك يعني خلاص، فهو تقريبا حجمه صافي 112 في 112، ماشي اوكي. بس خدوا بالكم ان في حاجات احيانا بتحصل في التصميم او في التنفيذ سوري بتختلف شويه، تمام. فعشان كده رفع المقاسات عندنا فبيختلف من الجزء ده. يعني عشان كده رفع المقاسات بيبقى مهم جدا، وقلت لكم حتى لو احنا شغالين لازم اراجع تمام على الواقع، يعني لازم انزل اراجع المقاسات بتاعتي، لان بيحصل مشاكل كتيره جدا في اختلافات الابعاد بتاعتنا، تمام. طب الويندو بتاعتنا فين؟ الويندو طبعا الحطه بتاعتي عايز ارفعهم لفوق خلاص. الحطه بتاعتي مثلا سيد ده الويندو دي، هقول لك مثلا الحطه اللي تحت دي كانت تقريبا قد ايه، انا مش فاكر انا قيستها كام. ممكن اعملها متر 10 او متر، فانا اطلع بدي كده متر زد متر، يعني كده معقول كويس ماشي. هي ممكن او ممكن 90 سم بلاش متر، 90 سم اوكي، لان الشباك كبير، او ممكن 80 كمان، لان الجلسه اللي جوه صغيره، الشباك اللي هو بره العمومي عشان واخد حديد كتير، يعني مقفول حديد هنا اهو، فدي ممكن تكون اقل شويه من اللي احنا بنتكلم فيه اوكي. الشباك هنا عالي شويه، يعني الشباك اللي في الجنب ده هو اللي عالي اهو، واخد الايه لان معلوش حديد، فده اللي ممكن يبقى متر، تمام. الشباك التاني ده اللي هو ممكن يكون ايه متر ارتفاعه، ومرحل لهنا شويه لو انتوا خدتوا بالكم هيبقى مترحل، يعني لو بصيت عليه كده من فوق من المخطط من فوق، المفروض ان الشباك ده مترحل زي ما انتوا شايفين. بصوا انا جايب لكم الواقع اهو، بصوا يعتبر لازق في العمود، شايفين؟ ما هو التنفيذ هنا بقى فرق، بص ايه فرق بين العمود، مفيش يعني 30 سم بينه وبين العمود او اقل، يعني يعتبر ايه لو بصيت كده بالنقطه دي حوالي 30 سم تقريبا، فانا هعمله زيه تمام عشان يبقى الموضوع محاكي للواقع، وهجيبه كده موف على المسافه دي تقريبا كده، تقريبا نفس البعد كده تقريبا، يعني انا يعني بحاول بقدر الامكان اهو تمام. يبقى ده ايه البعد بتاعه من العمود، وهرفعه برضو متر تقريبا تمام ماشي. متر معقول تمام، يبقى كده الدنيا عندي ايه مظبوطه على ما اعتقد. يبقى عندك الشباكين ده وده خلاص اوكي يا باشمهندسين كده. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه ده كده؟ ممكن ارفعه متر وشويه كمان، ممكن اديله متر و10 لان واضح انه عالي شويه، فاعتقد كده معقول اوكي يا باشمهندسين. حد عنده مشاكل في اللي احنا عملناه ده؟ مش مصير الاعزاء، حد عنده اي مشكله في اللي احنا عملناه حتى الان؟ ها؟ حد عنده اي مشاكل؟ كويس قوي. فاضل بقى دلوقتي ان انا المفروض كل ده بالنسبه لي دلوقتي لما اشتغل بيه هشتغل بيه كتله واحده. فهمنا حاجه؟ هشتغل بيه كتله واحده. يعني ايه كتله واحده؟ المفروض ان الحيطه دي مثلا الاولى اهي عايز اقطع منها الايه الشبابيك، انا عايز اخد الشباك الاول ده كده معلش، والشباك الثاني اللي هو ده، والاثنين هعمل لهم ايزوليت. ليه؟ عشان اشتغل عليهم لازم الشباك ده يكبر شويه، لازم العرض بتاعه ده يزيد شويه. خلاص؟ تمام؟ لازم العرض بتاعه ده يزيد شويه. ليه؟ عشان لما اجي اقطعه ما يبقاش جوه الحيطه. تمام؟ يعني انا كده بص لو كده هلونه كده زي ما كان كده باللون الاصفر مثلا. او بلون مثلا غامق كده شويه، اهو. لو جيت عملت اند ايزوليت كده، بص الشباك عامل ازاي؟ كانه ملحوق والحيطه حته واحده. تمام؟ فعشان اضمن قطع كويس او قطع بدون اي مشاكل او اي فليكرز او اي اوفرلاب، لازم يكون الشباك ده اعرض سنه من الحيطه. تمام؟ قد ايه مش مهم قد ايه، يكفي يكون 5 متر. بعمل ايه؟ باخد امر سكيل كده بالراحه واقوم مسكله كده، سوري عفوا عملت سكيل، سوري عفوا سكيل اهو، واكبره كده بالعرض، شايف اهو. تمام؟ خلاص؟ مش مهم قد ايه، ما انا كده كده انا عايز بس المهم عندي الطول في العرض، انما السمك ده ما هو كده كده سمك الحيطه. نفس الموضوع في الشباك الثاني ده اهو. خلاص؟ ادي الشباك، هاخد برضو امر سكيل واكبره كده شويه. حتى لما اجي امسكه كده في القطع ابقى اعرف انا بقطع ازاي يعني. تمام؟ فهمنا كده يا باشمهندسين ولا عيد تاني؟ وممكن اقطعه بقى ايه؟ بالامر بقى اللي احنا قلنا عليه اللي هو الايه؟ البروبوليوم بعد كده. فانا ممكن اخد الوول دي واطلع عندي كده هنا في الموديفاي بتاعي. ماشي؟ خلاص؟ واقول لك اعمل لي امر الايه؟ البروبوليوم اهو. واقول لك بقى بعد اذن حضرتك ابتدي اقطع لي ها الجزء ده
والجزء ده، يبقى سعادتك استلمت مني ايه؟ ها الشباكين بتوع معالي جناب سيادتك جاهزين للشغل عندك اهو. حد عنده مشكله في اللي عملته ده؟ يبقى ادي الشباكين كمان اهم تمام والدنيا زي الفل، مفيش عندي ادنى مشكله باذن الله. خلاص يبقى انا كل الفتحات بتاعتي الدنيا تمام، ما عنديش ادنى مشكله خالص، خلصت المشروع بتاعي جاهز ان انا ابتدي اشتغل عليه واطبق عليه الشغل بتاعي. حد عنده سؤال كده حتى الان يا جماعه؟ تمام، كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي حاجات كلها تظبيطات شغل عشان نجهز الفراغ بتاعنا وابتدي افرش عليه وابتدي اشتغل عليه بالتصميم اللي انا حطيته ليه. طبعا ممكن اخد بالكاميرا دي كده، تمام، ابتدي بقى اديها لون نفس اللون بقى ترجع للونها الاصلي. تمام، ممكن اديها بقى ايه اللي هو الابيض ده كده بتاعنا. خلاص، وخد بالك اللون ده هو مش ابيض، هو اول جراي، وده بيسميه الناتشرال كلر او اللون اللي هو الايه الواقعي او الحقيقي، يعني اللون اللي هو الطبيعي. تمام، وده اهميته طبعا ما بيأثرش في الالوان. طبعا هنا عندي شويه بقى حاجات كده محتاج اعمل يونيون شويه، ممكن اخد ده مع ده مع ده، خلاص ماشي مع ده كده، وممكن اعمل لهم يونيون او اعمل لهم ايه لو انتم فاكرين في الايديتابل بولي اعمل لهم اتاتش بجزء واحد عشان ابتدي اشتغل عليهم مرتاح واظبط دنيتي كلها. طيب حد حتى الان ليه اي سؤال كده؟ كله تمام الحمد لله. طيب تعالوا بقى نخش في المرحله الثانيه بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها. خلاص دي الارض بتاعتنا، اوكي شكرا. شبيك بيبان الكلام ده كله، طبعا هنحط بقى ابتدي نحط بقى بلوكات بتاعتنا بيبان وشبيك، دي المرحله الثانيه ابتدي نفرش. او ان انت حابب تحط التصميم الداخلي او سوري اللي هو تقسيمه الحيطان والبارتيشن والاماكن قبل ما تحط البلوكات براحتك، قدامك الاثنين. عايز تحط ديكور الحيطان ديكور كذا كذا، تشتغل زي ما انت عايز. طيب يبقى كده عايز اعمل حاجه الاول، دلوقتي اخد الحيطان بتاعتي دي كلها اللي انا عملتها، والحيطان دي انا محتاج بقى هي يعني دلوقتي حاجه اسمها بروبوليان زي ما احنا عملنا. لا، بعمل كليك يمين بقول له بعد اذنك اعملوا لي حولهم للايه؟ ها لايديتابل او ايديت ايبل بولي، لازم يتحول بقى 3 دي خلاص ايديت ايبل بولي. وفي الايديت ايبل بولي ده لازم اضيف معاه بقى الباقي كله، تمام، اللي هو ايه العمدان الكمر، لان كله يبقى بالنسبه لي كتله واحده اشتغل بيها. خلاص اوكي يا باشمهندسين، تمام. ممكن اعمل ايه بسم الله، ماشي، ممكن اعمل لك مثلا سي، اقول لك هات لي هنا فين 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 بسم الله، هتقول لي مثلا سي ايه نشوف على ايه مثلا 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 مثلا، لا مش عايز واير، عايز اظبط بس حاجه كده بتفرق معايا شويه في الشغل بتاعي. ماشي مش مشكله دلوقتي، خلاص مش هتفرق معايا قوي يعني، فماشي خلاص خليها دلوقتي. اوكي يبقى انا هاخد الجزء ده كده معايا اهو، واقول لك بعد اذن حضرتك ابتدي اعملي ليه اتاتش، غير اتجاه باب الشقه. ماله اتجاه باب الشقه يا باشمهندس؟ باشمهندس محمد ماله اتجاه باب الشقه؟ لا بص خد بالك من سيبك من خلاص الكاد ده خلاص بالنسبه لي انتهى، انا عرفت هتحدد باب الشقه احط الباب بقى يمين شمال، ده هيبقى بلوك انا خلاص يعني، سيبك ده خلاص ده كده انتهى يعني. ما انا فاهم، ده كده لا ده كده طبعا غلط، احنا هنغيره، احنا بقى هنظبطه احنا لما نيجي نحط بلوكات. خلاص يبقى احنا كده بس ايه بنظبط الايه، احنا كده خلاص شغلنا كده مع الكاد انتهى، يعني احنا شغلنا كده مع الكاد تقريبا انتهى. نخش بقى على البروبوليوم بتاعنا ده كده يا باشا، تمام، ونبتدي نشتغل على اللي احنا هنقول عليه دلوقتي حالا. هبتدي اقول لك بقى من هنا خلاص بالبروبوليوم ده ابتدي اعمل اتاتش. اتاتش لمين؟ حط لي بقى العمود ده اتاتش، والكاميرا اتاتش فاهمني، والعمود ده اتاتش، وده اتاتش، كل الحاجات دي اتاتش كده خلاص عشان اخلي المشروع بتاعي كله كتله واحده فاهمني يا باشمهندسين. بالكاميرا ده اتاتش كده خلاص كله ايه بقى عندي كتله واحده، تمام، وده مهم جدا في الشغل بتاعي. في اي حاجه هنا ثانيه كده مش اتاتش كده المشروع بتاعي جوه دي البلكونه كله بقى عندي جزء واحد، طبعا ما عدا التيرس اللي بره، التيرس ده ملوش دعوه عندي خلاص كده كله تمام، مفيش اي حاجه ثانيه وانا ماشي عليها اتاتش، خلاص اصبح المشروع عندي كله ايه كتله واحده يا باشمهندسين، تمام، كله كده خلاص بقى ايه جزء واحد. لو لونته كده بلون مثلا لون غامق كده، بدي لون غامق عشان تميز اهو، هتلاقي كله ايه بقى لون واحد. اذا اصبح عندي الغرفه او الريسبشن بتاعي اصبح تمام. لا بس محمد لان كده كده هنشغل اديت بولي فالاتاتش افضل لنا على طول، انما يونيون ونرجع نحول اديت بولي فده يبقى خطوه واحده على طول. فاصبح عندك زي ما انت شايف كده المشروع بتاعك ايه اصبح قطعه واحده. طبعا البلكونه انا سايبها زي ما هي لان دي هتبقى حاجه لوحدها وهتحط على الفلفل جي، وهي اصلا كده كده احنا يبقى ايه شغلنا من جوه الدنيا مش واضحه يعني، تمام؟ خلاص؟ فكده عندنا ايه لو انتوا بس فقط عشان ابين لك ان هو كله ايه مفيش بقى ايه كاميرا منسيه
تمام، يعني كل التلوين ده مش لحاجه، بس ايه عشان الكاميرا هنا الكاميرا اللي هنا كله ايه هتلاقيه واخد نفس اللون بتاعنا يا باشمهندسين. اوكي نقدر نرجعه اللون العادي مفيش مشكله خالص عندنا اهو. يبقى انا كده خلاص انا جاهز ان انا ابتدي اشتغل على الجزئيه بتاعتنا دي، وابتدي احط البلوكات بتاعتي وابتدي افرش او احط الديكور الداخلي بتاعي بتاع الشقه. طيب قدامي كده زي ما قلت لكم حاجه من الاثنين، يا اما ان انا ابتدي احط ديكور الحيطان، تقسيمات الحيطان بتاعتي والشغل بتاعي على الحيطان، او انا ابتدي احط الفرش بتاعي. طيب احنا اتفقنا هنا ان احنا هنشتغل على الشغل بتاع اللي هو النيو كلاسيك. النيو كلاسيك زي ما احنا قلنا في عندك طريقه من الاثنين، اسيف بس اللي احنا عملنا كده الله يبارك لكم عشان ايه لو حصل اي حاجه في الفايل يبقى عندي الدنيا ايه مظبوطه. تمام؟ طيب ده فيديو بقى. احنا قلنا كده ممكن شفنا النيو كلاسيك، قلنا في الكورنيش بس زي ما انت شايف كده دي كورنيش فيها ديتيلز كتير قوي، فالكلاسيك هنا طاغي اكتر، الكلاسيك هنا طاغي اكتر. تمام؟ او في اللي هو الكلاسيك الخفيف اللي انا كنت وريته لكم فين الصوره بتاعته. بسم الله كان في الفايل كنا بنشوف الصوره بتاعته اهو، اللي هو الكلاسيك اللي هو الخفيف ده. تمام؟ ففي عندك نوعين كلاسيك، ممكن تاخد بانوهات خفيفه وممكن تاخد بانوهات تقيله، فيبقى الكلاسيك غالب على التصميم بتاعنا. تمام؟ انتوا حابين انهي اللي غالب؟ الكلاسيك اللي غالب يعني بص ده بانوه صغير كده خفيف. تمام؟ متقسم بانوهات اهي خفيفه فواخد تاتش ايه بسيط ما فيهوش ديتيلز كتير. انتوا حابين يبقى انهي اكتر؟ الكلاسيك اكتر ولا المودرن اكتر؟ ها؟ تدونا راي كده عشان نبتدي نشوف هنعمل ايه؟ باشمهندس محمد بيقول لي ده ممتاز، بيقول لي عاجبه الشغل ده، اوكي ماشي تمام. ها؟ حد له راي تاني؟ في حد بيقول لي لسه شغال عايز الكلاسيك اكتر، حد بيقول لي المودرن اكتر، كلاسيك هنقعد بقى ايه؟ ها؟ تمام كلاسيك مودرن كلاسيك مودرن كلاسيك مودرن ايه حادي بادي حادي بادي تمام يعني عايزين مودرن اكتر. باشمهندس ايمان ما هو بصي تركيبه الكلاسيك تمام هي واحده، يعني البانو اللي فيه زخرفه كتير زي البانو اللي من غير زخرفه كتير هما الاثنين واحد. تمام يعني مثلا هو اللي هيعمل دي هيعمل دي هو نفس بس شكل البانو بيختلف، فعايزين بانو سامبل بسيط كده سامبل حاجه كده خفيفه ولا عايزين بانو تقيل زي اللي انا وريته لكم كده هنا. تمام البانو ده خلاص لان ده هيفرق على طريقه الايه الفرش. تمام فاحنا بنقول السامبل اللي هو زي كده زي الزاويه اللي هي الايه اللي هي المستقيمه القائمه دي كده، هو ده كده بانو صغير هو معمول كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده من غير التفاصيل اللي جوه دي بالظبط. ما نقول نيو كلاسيك، ما انتوا عايزين انهي اكتر بقى يا باشمهندس احمد؟ يعني الفكره مين اللي عايزينه يطغى اكتر؟ يعني هنا في الشغل ده هو الكلاسيك هنا طاغي اكتر، يعني انت لو بصيت كده بشكل عام بص الكلاسيك بص كتير قوي تفاصيل كتيره قوي، فتحس ان المكان كلاسيك اكتر منه مودرن، يعني الفرش هو المودرن بس. تمام الفرش هو المودرن بس، فانا بسال كده نعمل حاجه بسيطه سامبل بسيطه. تمام يبقى فيها سنه كلاسيك تمام مودرن عشان المساحه مش كبيره. تمام دي فكره باشمهندس هناء وهي فكره صح. بالظبط باشمهندس احمد ده كلاسيك اكتر، فاحنا عايزين نعمل حاجه بسيطه، فهنا فعلا صح كلام باشمهندس هناء وباشمهندس محمد الله ينور عليكم، وده اللي انا كنت عايز اقوله ان انا لما يكون عندي المساحه صغيره، وانا قلت الكلام ده في الكلاسيك، الكلاسيك بيحتاج مساحات كبيره مساحات كبيره، انما لما يكون عندي المساحه صغيره فبيناسب المودرن اكتر. تمام فاحنا ممكن نعمل الكلاسيك البسيط ناخد بس شغل البانوهات الخفيف كده مع شويه شغل في جبسن بورد في السقف هيدي برضو طابع الكلاسيك مع الفرش بتاعنا، يبقى مسكنا العصاية من نص. اوكي طيب تعالى بقى كده معلش انا في كميه ايه طيب نقفل ده كمان تعالى بقى كده نشوف الماكس بتاعنا نبتدي نشتغل على الشغل بتاعنا ده. طيب البانو زي ما انتم شفتوه كده اللي انا قلت لكم في الصوره راحت فين الصوره اهي. تمام البانو ده اللي عامله بايدي، يعني انا مش محتاج ان انا اجيبه من بره، انا عامله بايدي وقسمت الحيطه بتاعتي. طيب باشمهندس ابو بكر كان مقسم معانا هنا في الكاد الفرش بتاعه. تمام قال لك ايه في ثلاث انواع الفرش هنا او ثلاث غرف، هو حاطط هنا ركنه اهي تمام بمكتبه ماشي، دي ركنه بمكتبه خلاص فدي جزء اهو، وحاطط هنا سفره، وحاطط هنا عندي ايه ها الجزء بتاعنا ده اللي هو برضو مجلس كده او صالون صغير كده قاعده صغيره. تمام طيب يبقى انا كده لما اجي اعمل بانوهات على الحيطان خد بالك ان ستايل البانو، يعني مثلا كده ايه هقول لك على حاجه لذيذه قوي. الحيطه دي قد ايه تقريبا عشان بس تفهم انا عايز اشتغل ازاي؟ هجيب الحيطه دي كده اللي هو الجزء ده ماشي اهو، دي الحيطه دي، الحيطه دي قد ايه؟ 2 متر 92 تمام؟ والحيطه دي قد ايه؟
متر 88، والحيطه دي خد بالك بقى، انا بقيس الحيطان ده اللي هو شغل الداخلي، والحيطه دي قد ايه؟ اللي هي من هنا للشباك طبعا اهي متر و16، واعتقد هي هتبقى نفس الايه البعد تقريبا، متر 16 تقريبا يعني. هنا 13، ليه بقى ايه الفرق هنا؟ المفروض ان الشباك هنا في النص. دي مرحله شويه لحد هنا، معلش عفوا. المهم يعني ده متر 13 وده متر 13 كده، مظبوط بالظبط الشباك في النص، تمام. طيب ممكن برضو اجي على جزء هنا، طبعا هنا الجزء بقى ايه بايظ شويه، الشباك راح الناحيه دي. طب انا ممكن اعرف برضو ده الحته دي قد ايه. هنا بص بقى ايه المشكله يا باشمهندس ابو بكر اللي قابلتنا في شغل الايه الماكس، شفت الحته دي اهي، شايف اهي دي اللي احنا كنا مستخدمين، دي جت ازاي فاكر كده؟ دي الحته دي كانت مشكله عندك، تمام. فتاني يا باشمهندسين انا باكد اهو، امشي على الايه المخطط اللي احنا قلناه الاول، تمام. ما تكونش جاب المخطط بتاع باشمهندس ابو بكر، اوكي. انا كنت لقيت في اخطاء، فطبعا اخطاء بدات تظهر عندنا اهي، انا طبعا ما ايه ما اتشكتش عليه. المهم وعندك هنا برضو الجزء ده، هاخد الابعاد دي كلها. ليه الكلام اللي انا بقوله ده كله؟ هاخد كل حيطه من دول اعمل لها تصميم، فاهمني؟ كل حيطه من دول عايز يتعمل لها تصميم. يعني الحيطه دي 2 متر ماشي، او عامل لها كده ريكتانجل، خد بالك بقى من الحته دي، تمام. 2 متر في كام؟ 2 متر تاب 2 متر 75، صح؟ دي الحيطه بتاعت معالي جنب سيادتك، ما اعرفش ايه اللون الغريب ده اللي باشمهندس ابو بكر عامله لنا في المشروع. دايما بياخد الوان غريبه، ماشي. كلر باي لاير، اوكي كله باي لاير، تمام ماشي. وهنا تمام ماشي اوكي خلاص كده يا باشمهندسين. فانا عندي الحيطه دي اهي، ده كده الحيطه بتاعتي اليفيشن، اوكي تمام. حبر سير يا باشمهندس، ماشي يا باشمهندس ابو بكر. الحيطه دي تمام، قدامك حاجه من الاثنين، يا تقسمها بنوه واحد يا باشمهندس عم بيقول لي ممكن نجيبه بلوك. مش محتاج بلوك، لو حاجه سامبل انا مش محتاج بلوك، انا ممكن اشتغلها بمنتهى البساطه، هوريك هنعملها ازاي، تمام. انا عايز برضه اخليك تشتغل على الماكس برضه بشكل كويس يعني، بدل ما ارسمها على الكاد وطلع. طبعا انت لو عارف الكلام ده وعامله من الكاد من الاول بتريح دماغك، يعني لو انت عامل الكلام ده كله عارف تصميم الحيطه زي ما انا هعمل كده على الكاد، تمام، لان المفروض الحاجات دي تتعمل على الكاد عشان تطلع بيها الايه الشوب درونج بتاعك، وتطلع الملف التنفيذي بتاع التصميم بتاعك. طيب الحته دي كده انا لو حبيت اقسمها، ده 2 متر في 2 متر 75، ده الابعاد بتاعتي صح كده؟ ده 2 متر في 2 متر 75، اوكي؟ في 2 متر زي ما احنا قلنا. طب ال 2 متر دول هيتقسموا ازاي؟ على 3 قطع، تمام؟ يعني ممكن اعمل مثلا سي، هقول لك 2 متر هنعمل مثلا ريكتانجل كده، مثلا انا برسم كده تقريبا، واقول لك يا باشمهندس انا عندي ريكتانجل مثلا من هنا كده، خلاص ادي ريكتانجل مثلا سي، هاخده مثلا 25 سنتي، تمام؟ تاب 50 سنتي، فهمتني؟ خلاص؟ واخد الريكتانجل ده كده ميرور الناحيه الثانيه، انا بصمم على الديزاين بتاعي ده كده، مثلا هعمل له ده كده، ممكن افتح الاورسو، انا بصمم بقى الحيطه هيبقى شكلها ايه في الكلاسيك، ها؟ واخد نفس ريكتانجل برضو كده في النص ما بين الاثنين دول، انا بظبط وبعدين هبتدي اظبط المساحات بتاعتي، ممكن اخد كده الجزء ده كده، فهمنا حاجه؟ تمام، يبقى اقول لك ده متر تاب 50 سنتي، فهمنا حاجه كده يا باشمهندسين؟ يبقى انا كده ده التصميم بتاع الحيطه بتاعي ايه اللي تحت، خلاص. واقدر بقى اظبط بقى كده بالراحه، اقول لك والله انا عايز ده في الميد بوينت مثلا كده اهو، خلاص. فاقوم واخد الريكتانجل ده كده موف وسقطه في الميد بوينت، على الميد بوينت بالظبط، في الميد بوينت بتاع ده، او حاجه بسيطه قوي اهو، خطوه كده تمام ماشي اوكي. باشمهندسين يا ريت ناخد بالنا من موضوع الفيديو لو سمحتوا، حرصا على خصوصيتكم يعني، تمام. وابتدي اظبط الدنيا عندي كده في الابعاد دي، اقول لك مثلا والله تعالى شوف انا كده خدت ده ايه؟ ها متر صح؟ متر فيه 50 اوكي؟ تمام؟ طيب يبقى اللي فاضل عندي هنا كام؟ متر ومتر، يعني المفروض هنا فيه 50 سنتي، تمام؟ يبقى انا اعمل مثلا كده لاين من النص كده اهو. الاول بس ارتفاع ده قد ايه؟ عايز اعرف الحته دي ارتفاعها من الارض قد ايه؟ 16 سنتي، دي عايزه برضه تتظبط شويه، طيب هعمل كده لاين، كل دي اكسات بخطوط عمل، انا بشتغل بيها دي خطوط عمل، ابدا امشي بيها كده تعامد. خلاص واخد المربع ده اقول له موف من المنتصف بتاعه، منتصف المربع ده يطلع عمودي على منتصف الخط ده عشان اظبط الايه الابعاد بالملي،
تمام، ما هو شغل الايه الكلاسيك لازم يكون مظبوط كده. فهمنا ولا ايه تاني؟ فاهمين يا باشمهندسين؟ اوكي كده يبقى ماشي معايا ايه على المنتصف بالظبط. اوكي يبقى انا كده ظبطت الايه الجزء ده كده او البنوهات اللي تحت دي كده، واخد ده كده ميرور الناحيه الثانيه، اعمل ده كده ميرور على المنتصف بالظبط عشان يديني ايه شكل اللي ايه ده بيعمل ايه. تمام، انا الميد بوينت بتاعتي اهي، يطلع كده ايه ادي الشغل بتاعي. تمام اوكي، ودول بقى كلهم هاخدهم كده كوبي واطلع بيهم لفوق كده، فهمتني؟ اطلع مثلا بيهم ايه حوالي 60 سنتي. كوبي واطلع بيهم كام سنتي لفوق كده، اطلع كده ادي لفوق 60 سنتي ماشي. طيب ده كده ارفعه كام؟ كان ارفعه 50 سنتي، ممكن اخليه متر، ارفعه كده 50 سنتي كمان خلاص. وده برضو خليه كام؟ متر. برضه كام هيطلع؟ 50 سنتي. وده هيطلع كام؟ حوالي 50 سنتي. خد بالك ده تصميم الايه الحيطه بتاعتك ماشي خلاص. طب انا عندي لسه مساحه كبيره قوي في الحيطه، عندي مساحه كبيره في الحيطه، فانا عايز اظبط برضه ايه التفاصيل بتاعتها. فانا هنا بقى هرفع من الارض، مش هيبقوا 16 سنتي، لا ممكن ارفع من هنا حوالي 25 سنتي او 30 سنتي من تحت. يعني اعمل كده لاين، ارفع هنا 30 سنتي من المنتصف كده. خد بالك الكلام ده هيتعمل في كل حيطه، ده مثلا 30 سنتي اوكي، يبقى كل ده بدول هتعمل لهم موف كام من هنا ها اللي هو المنتصف ده لحد هنا. تمام ليه؟ لان هيبقى عندي وزره تحت هنا حوالي 10 سنتي، فانا رفعت كده 30 سنتي. ولازم الخط اللي تحت ده برضو يكون المسافه بين ده وبين ده نفس الايه البعد اللي تحت او نفس الابعاد دي. الابعاد دي كنا سايبين هنا قد ايه تقريبا بين البنو والبنو هنا 13 سنتي، فانا برضو المفروض اسيب هنا عندي الايه الابعاد بتاعتي حوالي تقريبا 13 سنتي. اقول لك هنا ايه لاين كده اسحب هنا 13 سنتي تمام. فالمفروض ان دول يبقوا فين؟ موف من هنا لحد ايه لحد فوق هنا كده. طبعا هنا كده لازم بقى اكبر الايه الابعاد بتاعتي اظبطها عشان اوصل بمرحله للشغل اللي انت سعادتك شايفه عندك تحت. شايف الجزء اللي تحت كده قد ايه وهنا ده قد ايه؟ تمام؟ يبقى الجزء اللي عندي الصغير ده ابتدي يطول الجزء اللي عندي فوق زي ما انت شايف كده. ابتدي بقى ايه خلاص ظبطت كده، ابتدي ممكن اسحب بقى ده كده فوق شويه، اقول له لا معلش بقى بعد اذنك انا عايز برضه اسيب من فوق كام؟ لو انت تعمل كرانيش مثلا او جبسون بورد هتسيب مثلا سي حوالي 20 سنتي او 25 سنتي زائد 13 يبقى بتتكلم في 38 سنتي. خلاص؟ يبقى المفروض ان ده سعادتك هيوصل من هنا لحد فين؟ لحد هنا. خلاص فهمتني كده يا باشمهندسين؟ فاهمين انا بتكلم ازاي؟ خلاص يبقى ده البنون اللي فوق كده، وابتدي اطلع ده زيه كده وده زيه كده برضو ايه ممكن اعمل له ميرور رايح دماغي. يعني فهمنا كده يا جماعه حاجه من اللي انا بعمله ده؟ انا عارف الموضوع بيبقى فيه ديتيلز كتيره قوي، بس هو ده الشغل، هو ده الشغل بتاعي، لازم اعمل الحاجات دي كلها لان هطلع اللوحه دي تتنفذ على الواقع. فده الشوب درونج بتاعي اللي انا بتكلم فيه. يبقى انا كده خلصت، ادي تصميم الحيطه بتاعت، شيل بقى التفاصيل دي كلها خلاص، انا مش محتاج ده ومش محتاج ده خلاص ديليت. تمام، وعارف ان انا عندي هنا حوالي 10 سنتي تحت، يعني لو عملت كده لاين او ريكتانجل ماشي، اقول لك ده اللي هو عشان تبقى فاهم بس تخطيطي عامل ازاي كده، 10 سنتي لحد هنا 2 تاب 10 سنتي، يبقى ده هما لو طلعت زياده ليه مش 2 متر؟ اه 2 متر ماشي. يبقى انا كده ده الجزء اللي تحت ده ال 10 سم دول هم الايه؟ ها البن ال 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 السكر او الوزره اللي تحت او النعله، عشان بعض الاخوه اللي موجودين في الخارج يعني كده بيقول عليها النعله، فانا بتكلم في النعله او الوزره خلاص. وهنا يبقى عندي حوالي 20 سم، ده 2 متر تاب ماينس 20 سم عفوا معلش تمام، ممكن اعملها لاين كده ما اعرفش ليه مش ظابطه معانا، اخد كده ده كده اهو وهنزل بيها كده، ادي خط اهو وهنزل بالخط ده لتحت حوالي 20 سنتي اللي هو جبسون بورد ده كده، هنزل بيه كده جبسون بورد ال 20 سنتي اوكي. ده الجبسون بورد بتاعك يبقى دوبك الدنيا ما تلاقي مظبوطه معاك من فوق ومن تحت، يبقى ده جزئيه الجبسون بورد مع الكرانيش ال 20 سنتي بتوعي خلاص. وادي البانوهات بتاعتك، ده الشكل العام بتاع الحيطه كده. فهمنا كده يا جماعه؟
يبقى اعتقد كده ان انت بقت الحيطه عندك كده مظبوطه والدنيا عندك زي الفل، تقدر تشغلها زي ما انت عايز. هل ممكن بقى تاخده ادخله برضه للماكس؟ اه طبعا، وده افضل، لان هنا تعرف شوف انا اشتغلت هنا عامل ازاي. لو انت في الماكس طبعا هتعاني معاناه صعبه قوي في اللي احنا بنتكلم فيه ده. خلاص، يبقى انا عندي الاجزاء اللي انا بتكلم فيها ده ريكتانجل ده، اه هنا طبعا ده سهل بكتير قوي، وده شوب درونج كمان. انت كده المفروض تعمل ده بعد ما تصمم، فاهمني؟ يعني انت المفروض انك بتعمل الكلام ده هنا خلاص بعد ما تعمل التصميم بتاعك. فلو انت عملته في الاول اريح لك واحسن بكتير جدا، وهتريح نفسك كتير قوي قوي قوي. خلاص تمام. طيب في واحد يقول لي ايه، طب يا باشمهندس الحته دي 2 متر ولا حاجه، ممكن اخليها كلها حته واحده انت فاهمني، واظبط الدنيا براحتك زي ما انت عايز، ما عنديش مشكله خالص. بالظبط يا باشمهندس ايمان، ده بالظبط المخطط، بتدي لي بتاع الجبس وكمان بتدي له سمك الكورنيشه كمان. خلاص، بتدي له سمك الكورنيشه بتاعتك قد ايه. اوكي تمام. طب انا عملت دي، خد بالك انا عملت دي متر عشان لو انت عايز تحط حاجه هنا او ترابيزه، لان باشمهندس محمد ابو بكر هنا كان حاطط، انا عنده هنا كان عامل هنا ايه زي بوفيه خلاص، فما حبيتش يكون الدنيا كبيره قوي، فحطيت حاجات صغيره كده كسامبل ليه. تمام اوكي، فانا عملت كده المخطط بتاعي. طب ما تيجي بقى نعمل له كورنيشه بالمره. خد بالك ان ده كله ده مسافه قد ايه، ها كلها 25 سم، فانت كبيرك قوي هتعمل مخطط جبس ما يزيدش عن 5 سم سمك، اللي هو البانوه، البانوه اللي احنا كنا بنتكلم فيه لو انت فاكر البانوه ده، بص صغير ازاي اهو، فانا هعمل له بانوه صغير قوي ما يزيدش عن 5 سم. فاهمين كده يا جماعه؟ بانوه ما يزيدش عن 5 سم. اوكي يا باشمهندسين تمام. فالبانوه زي ما انت شايف كده اهو، ممكن اعمل له بانوه صغير جدا 5 سم زي ما انت شايف كده بايه بالسيستم بتاعنا ده البسيط ده. فانا ممكن اقوم جاي هنا كده بالبولي لاين خلاص، اقول لك والله انا عندي بانوه كده كله 5 سم 0.05 لان شغال بالمتر، واطلع كده طبعا 5 سم كمان حتى طلع كتير قوي، ممكن اخليه 3 سم يعني 5 كده كتير قوي، ممكن اخليه مثلا بولي لاين 3 كمان خلاص، اقوم طالع كده 0.03 تمام، واطلع لفوق السمك بتاعه بيبقى يعني ها ما بيزيدش عن ممكن اقول لك ايه سنتي او سنتي بس يعني سنتي فقط لا غير تمام. ايه ده هو كتير قوي سنتي كده، في ايه؟ اطلع كده 0.01 ده كده 10 سنتي صح؟ طب نصغره شويه 0.00 بس كده بقى واحد بين لي يعني ايه ده، في ايه؟ لا اوفر قوي، ولا انا اللي حاسس ان انا عشان اعمل زوم فانا حاسس ان الدنيا كبيره. ماشي 0.01 خلاص، وهمشي كده 0.01 و0.01 تاني و0.01 تالت، وبعدين اقول له كلوز. فاعمل حاجه زي كده وهاجي في النص هنا في الميد بوينت واقول له والله تعالى يا باشمهندس اديني ارك كده بشكل مثلا تمام، وممكن اسحب ده كده شويه اكبر الارك بتاعي سنه تمام كده، واكبر الارك بتاعي كده. فاهمين يا جماعه انا بعمل ايه؟ ها؟ واضح اللي انا بعمله ده؟ كبرت الارك بتاعي كده زي ما انتم شايفين كده شويه. يبقى دي الكورنيشه بتاعتي، وممكن اصغرها كمان شويه، شايف انها كبيره قوي بصراحه، فممكن ايه اصغرها كده كمان شويه. ممكن اسحب دي للنص كده، اصغر نص المسافه تقريبا تمام كده اهو. تمام كده يا باشمهندسين، يبقى ده كده الكورنيشه اللي هتبقى ماشيه على الشغل بتاعي ده. واضح يا باشمهندسين؟ واضح؟ حد فاهم انا عملت ايه؟ باشمهندسين الاعزاء كده الدنيا معاك واضحه؟ باشمهندسين اوكي؟ معاك بس كملها، يعني ايه معاك بس كملها؟ اكمل الشقه كلها يعني؟ ما هعملها طبعا كلها ان شاء الله، هعملها حاضر. تمام. اوكي، يبقى انا كده خلصت الايه؟ الحيطه بتاعتي دي، وادي الايه؟ الكورنيشه اللي انا عملتها. اللي هتمشي تبقى التفصيله بتاعتها اللي جوه ده، طبعا ده قلنا ده جبسون بورد، والجزء ده بتاع الايه النعله او الايه الكورنيش. طيب الحيطه دي كام؟ 2 متر 93 حاضر، يبقى ريكتانجل خلاص اهو ماشي. او ممكن اخد دي واعدل عليها، يعني ممكن اخد نفس التصميم ده كده فاهمني، ممكن اخد نفس التصميم ده كده بنفس الابعاد، ما انا مش هقدر ارسمهم تاني بصراحه، ما عنديش وقت ان انا اقعد ايه اقعد بقى الف من اول وجديد، اقول لك كل ده هتقول لي كده كوبي خلاص، واطلع بيه هنا مثلا في الجانب هنا كده جنب الحيطه دي، نقفل القرص كده شويه واسقطها هنا كده اهي خلاص، وازود الحيطه بتاعتي 2.75 زي ما هي، بس هنا قال لك دي كام؟ 2 ها 93، يبقى انا هاخد كده لاين تمام كده، اقول لك ايه انا عايز ده كله كام من النص كده 2 متر 92 اهو كده، اسحب لك ده كده 2 متر كام 92 اوكي تمام. يبقى المفروض ان انا الجزء ده كله كده هيكبر معايا بالحجم
اللي هو هيزيد عليه كل القصه دي كلها، شايفينها اهي تمام. وبالتالي هتقدر تكبر ايه بقيه الايه التصميمات بتاعت الداخليه، طبعا هضاعف المساحات بتاعتها خلاص اوكي. نسبه الزياده هنا اشوفها قد ايه، وابتدي اظبط الايه الابعاد بتاعتها. طبعا انا باخد نفس الايه، انا بدأ يمكن تعب في اول تصميم شويه، بعد كده ابتدي اظبط كل الايه التفاصيل الداخليه بتاعتي، تبقى الدنيا ايه بسيطه باذن الله تتظبط. بس اخد بقى كل الكلام ده كده اهو تمام، واعمل كل ده كده موف برضو عايز اوسطنه في النص بالظبط. طيب ممكن اعمل كده، ده كانه اكس تمام، عشان الناس بقت ايه مستوعبه. ممكن نحط في الاكسات، في عندنا اكسات هنا، احنا خلاص شلنا الحاجات دي، ممكن الونه بلون كده وخلاص تمام. وعندي اكس تاني برضو من المنتصف كده اهو خلاص، وادي اكس تاني بنعكس الحيطه كده برضو عشان ايه لو عايز اشتغل يعني. تاخد بقى كل الشبيك دي، سوري عفوا، البنوهات اللي انا عملتها دي كلها كده، ابتدي اعملها ايه موف من منتصف المستطيل. ممكن اسقطه في نص الحيطه عندي كده، بس طبعا هيبوظ، فانا ممكن انزل بيه عمودي كده وخلاص اهو تمام. وابتدي بقى اشكل او اكبر الاحجام بتاعتي زي ما انا عايز تمام، اكبر الاحجام بتاعتي زي ما انا عايز. يعني ممكن ده كنا عاملينه كام، 25 سنتي تمام، ممكن اخليه هنا 50 سنتي. 25 دي ممكن ازود عليه مثلا سي 25 كمان، ماشي اوكي. وازود على ده كده برضو كام، 25 كمان خلاص، 25 سنتي اوكي. واشيل بقى خلاص دول مش عايزهم، واخلي سوري عفوا واخلي الايه الجزء اللي في النص ده كان متر، خليه مثلا سي متر ونص. طبعا كل دي حسابات هتتظبط معاك، ده سوري عفوا انا زودت عليه متر، هو متر اخليه ازوده 50 سنتي بس، ازوده 50 سنتي نص تمام. وده يكبر برضو نص، ابتدي برضو ارحلهم تاني واشوف المنتصف بتاعهم. موف من نص الريكتانجل ده للعمود ده كده، اشوف الابعاد هتظبط ولا اصغر شويه. يعني اعتقد محتاجه تصغر، ممكن اصغر من الجانب ده ما عنديش مشكله. ما ايه مش مهندس صبري بيسال لي بيقول لي ما اعتدلتش ايه، مش سامع، مش واضحه قوي يا باشمهندس. واشوف بقى المسافه دي قد ايه، واصغر هنا كده جنبها، دي كنا سايبينها كام، 13 سنتي. يبقى انا عايز كده لاين هنا برضو 13 سنتي اللاين. لا ما هو اللاين بقى هنا مش هيبقى اكتف قوي بصراحه معايا، يعني اللاين هنا مش هيبقى ظابط معايا قوي تمام. لا هيبقى ليه قصه ثانيه كده، لان اللاين هيمشي على الاكس والواي. همشي هنا 13 سنتي تمام، اللي هم دول المفروض ان المسافه دي ارجع بيها كده موف، وهرجع كل الايه التصغير اللي انا بتكلم فيه ده كده اهو، وارجع بده انا بقى وسطا في النص عشان ابتدي اشتغل صح اهو. يبقى انا كده ظبطت الجزء ده والجزء ده بمنتهى البساطه عشان اريح دماغي اوكي. وانزل بيه كده لحد اي نقطه من هنا كده مثلا، وليكن موف من هنا لحد الميد بوينت، ومن هنا كده بوسطان عشان اظبط الايه النقاط بتاعتي دي. وابتدي ايه اسحب ده برضه نفس الجيله بتاعتي اللي انا عدلتها هنا كده، وهي كده اوكي خلاص انا كده ظبطت. يبقى كده 13 سم بتوعي مظبوطين ماشيين زي الفل. واخد الاثنين دول ميرورد بقى على المنتصف اللي هو الاكس اللي انا عامله في النص ده كده اهو اوكي. يبقى انا كده خلصت الايه الحيطه دي يا باشمهندسين، ايه رايكم؟ تمام، يبقى انا كده عملت الحيطه بتاعتي اهي، وظبطت الدنيا بتاعتي وابعادي مظبوط. يبقى انا كده عملت الحيطه الثانيه بتاعتي اللي انا بتكلم فيها. الله يبارك لك يا باشمهندس محمد. تمام، وهنا طبعا ايه البنوه طبعا هنا يبقى اصغر شويه، ممكن هنا نكبر البنوه شويه، او ممكن نخليه كبير عادي باللي عشان حيطه ثانيه صغيره مش مشكله. ممكن انا نعمل له سكيل نكبره شويه، بس هو هنا شايف ايه ان هو مناسب شويه. ممكن نعمل له سكيل نكبره مثلا لان خد بالك ده هيبقى عامل كده، لو خدته كده موف من هنا هيبقى واخد، انا هعمله من جوه على فكره مش من بره، وهعمل له كده ميرور اشوف كده لو المساحه بتاعته تبقى مظبوطه تمام. برضه خد بالك كل دي نسب انت بتظبطها طبقا لذوقك، عشان كده التصميم بياخد مننا وقت. فهنا هيبقى ده كده وده كده، المساحه دي والمساحه دي، فالمسافه بينهم قد ايه تقريبا؟ نعمل كده 19 سنتي تمام. فالصافي من جوه مش عايز اطلع طبعا لبره 19 سنتي، 19 سنتي 20 سنتي معقول قوي، صغيره بصراحه بس معقول قوي تمام. ممكن ارحل ده اخليه للنص بره موف كده، اخلي ده للنص بره كده يبقى نص ونص، اديني برضو مساحه مش وحشه. موف من هنا كده
نص ونص، تمام؟ فالتالي 22 سنتي. فانا ممكن بقى اعمل له سكيل، اكبره مثلا شويه، سكيل مثلا اخليه زي مثلا ضعف المساحه مثلا 2 كده. اعتقد كده كويس ولا ايه؟ سكيله كده كويس يا جماعه ولا في مشكله؟ 2. ايه رايكم يا باشمهندسين؟ اعتقد كده السكيل معقول مش وحش يعني، كده في السكيل بتاعه اعتقد كده معقول. والمساحه من الحيطه من هنا 10 سنتي. باشمهندسه بتقول لي الاول، طب ممكن نخليه مره ونص يعني، مش لازم 2، ممكن نخليه 1.5 يعني. ممكن ناخد ده سكيل كده نزوده نص بس، 1.5% 50% يعني، حاجه بسيطه كده. بس انا صغير قوي بصراحه، فانا محتاج ان انا اظهره شويه يعني، وفي نفس الوقت مش عايز اضيع المساحات. فانا ممكن 1.5، اعتقد مسكت العصايه من النص يعني 20 سم صافي، اعتقد كده كويس جدا، حلو قوي. يبقى كده عندي ايه 1.5 ماشي. يبقى انا برده هظبط، لان بص السكيل ده هنا مع الحجم الكبير ده هيبقى صعب قوي يعني، تمام؟ يعني السكيل ده مع الحجم الكبير هيبقى صعب قوي، فانا محتاج ان انا اعمله سكيل هيبقى برده. وطبعا كلهم لازم يكونوا نفس المقاس يا باشمهندسين يعني. واحد يقول طب انا ممكن احط هنا سكيل كبير وهناك سكيل صغير، لا، والبنوهات كلها تبقى زي ما انت شايف الصوره كده، كلها شكل واحد، عشان لما تيجي تاخد الشوط ما تحسش ان هنا كبير واللي هناك صغير، فاهمنا؟ عشان لما تاخد الشوط ما تحس بقى ان اللي قريب منك ايه. براحتك يا باشمهندس شيماء، اللي انت عايزاه يعني. عايز تعمليها جبس اعمليها، عايز تعمليها فيوتك اعمليها، دي حاجه ترجع لك انت، فهمتيني؟ يعني التنفيذ ده قدامك الاثنين. بس اعتقد حاجه بسيطه زي كده ممكن تبقى جبس اسهل، تمام؟ يعني هتبقى جبس اسهل يعني. هو الراجل بيعملها، انت لو خدت بالك هنا في الفيديو بتاع الشقه شغل الجبس كله تقريبا معمول جوه يعني. لو بصينا كده على الحيطان جنب باب الشقه، لو انا داخل اهو، بص شغل الجبس اهو، شايفين بيقعد على الحيطان على الحيطه كده يظبط الجبس عليها، تمام؟ ممكن احاول اجيبها لكم كده بصوره ثانيه اوضح اهو، يعني كده اهي، تمام؟ في الجزء ده كده هو ايه شغال جبس، ايه جبس على الحيطه اهو. يا اخي اثبت بقى اهو، شايفين كده بيشغل الحيطه ويعملهم على الحيطه ويركبهم، فده بيبقى يعني اوفر واسهل يعني، تمام؟ عايزه بقى اجيبها فيوتك، اوكي براحتك زي ما انت عايز. طب ادي كده الحيطه الثانيه اللي احنا عملناها يا باشمهندسين، ادي كده حيطه وادي الثانيه. لسه الثالثه دي اللي هي متر 88 قريبه من دي، فهاخد برضه دي كده كوبي، تمام؟ نفس الموضوع بالظبط، واخدها كده كوبي اوكي، وهنزل بيها برضه من هنا كده لحد جنب اختها دي كده، هقفل دي هنا كده اهو ماشي اهو، ادي جنبها برضو اهو، ادي الشغل بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه. بس هنا بقول لك كام؟ متر 88، متر 88. انا محتاج اصغر المساحه بتاعتي متر 88. طبعا انا ممكن ما اصغرش البنوهات، بس اصغر المساحه اللي في النص، فاهمني؟ يعني ممكن اصغر ايه المتر اللي في النص ده هو اللي يصغر بس، يبقى متر 88 اهو. يبقى انا عايز الايه؟ ان الجزء ده كله ها يصغر كام؟ بنسبه كام؟ ها؟ بسم الله. يبقى الجزء ده كله كنا عايزين حائط مودرن. هنعمل الحيطه اللي ورا التلفزيون دي يا باشمهندس، يا باشمهندس محمد، اللي عند الحيطه دي هعملها مودرن، فاهمني؟ بس المفروض ان انت بتتكلم في ريسبشن نيو كلاسيك، تمام؟ فغالبا هيبقى غالب كله عليه بنوهات، فاهمني؟ غالب عليه بنوهات. فانا هنا غالبا ممكن استخدم ترخيم الرخام بالستيل برضه، هيبقى ماشي لان الرخام والجرانيت بيليق مع الشغل بتاعي ده. فانا ممكن اختار الحيطه اللي ورا دي يا اما حجر، لا مش السفره، مش هاخد جدار السفره، هاخد الجدار بتاع الركنه اللي هي في الجانب ده يا باشمهندس محمد، اللي هو الجدار ده اللي فيه التلفزيون، فاهمني؟ عشان هنا في ركنه فالركنه مودرن، فانا هستخدم الجزء ده مع مودرن، انما السفره او القعده دي عشان شكلها كده صالون او حاجه، فهيبقى ماشي معاها الشغل بتاع البنوهات اكتر، اوكي؟ طيب خلاص، يبقى كده احنا ايه صغرنا حوالي المسافه بتاعتنا بتاعت قد ايه؟ من هنا لهنا كده تقريبا حوالي 12 سنتي. فانا ممكن اقوم مصغر ده 12 سنتي وراح دماغي خلاص كده اهو، ارجع له ورا كده 12 سنتي بس وراح دماغي على طول، عشان ايه ما اقعدش اوجع قلبي في قصه دي، خليه زي ما هو وصغره بس 12 سنتي، هي فرق بس بينه وبين دي، تمام؟ خلاص. وبعدين اسحب كل ده على المسافه اللي انا عايزها. ممكن اقول لك بقى ايه المسافه دي كلها، اخد منها فقط لاين، احنا قلنا كنا كام؟ سايبين 13 سنتي، اخد من الحرف ده كام؟ 13 سنتي اللي احنا كنا سايبينه من هنا، واخد بقى ده كده ديليت، وصغر بقى ادخل البنوهات دي كلها على ال 13 سنتي. يبقى انا كده ظبطت دنيتي كلها وريحت دماغي خالص من الجزئيه دي كلها كده اهي.
بس خلاص، يبقى انا كده ايه الحيطه دي خلصتها بمنتهى البساطه لانها قريبه من الثانيه والشغل بتاعها بسيط باذن الله. خلاص ادي كده الحيطه الايه الثانيه. اوكي باشمهندس فريال، لا المودرن ما فيهوش بانوهات خالص، المودرن ما فيهوش اي حاجه في الحيطان نهائي. تمام باشمهندس فريال، المودرن بيبقى الحيطان سك ما فيهاش اي حاجه نهائي، فاضيه تماما. يعني يمكن اوريتك ممكن اوريكم حاجه كده هنا كنا بنتكلم عليها في المودرن، انا وريتها لكم تقريبا قبل كده. بسم الله كانت فين؟ بروجكت بسم الله، في بروجكت هنا مودرن اوفيس مودرن. اهو بص المكتب اهو يا هندسه، شايفه؟ مفيش اي بنوات خالص، حيطان كلها صريحه زوايا قائمه حاده ما فيهاش اي هزار. ادي مكتب، ده مكتب معمول لشركه. تمام؟ الليل كله معتمد على جيبسون بورد، سبوتات، الحيطان كلها حته واحده. خلاص؟ اوكي؟ فده ده شغل المودرن، ما فيهوش حاجه كده. لو عايز تشوفي مودرن مثلا فرش داخلي هتلاقي مثلا ممكن اجيب لك حاجه مودرن فرش داخلي. بسم الله في الانتيريور ديزاين هجيب لك فرش مثلا عشان تشوف برضه فرش المودرن الداخلي. ادي فرش مودرن داخلي عشان برضه ما تقولش ده مكتب وده كده. فادي شغل الايه المودرن اهو، ما فيهوش اي كرانيش ولا اي حاجه ولا زوايا ولا بانوهات ولا اي شيء، كله سامبل بسيط جدا جدا جدا. هنا ده اللي هو ده برضه اهو، ده اللي هو اللي احنا وريناه قبل كده اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو نيول كلاسيك اهو. بس هو عامل بقى ايه عشان المساحه عنده كبيره، فعامل بص بانوهات جوه بعضها، فهمنا؟ بانوه جوه بانوه كانه عامل اوفست البانوهات، بس طبعا ده انا شايف انه كتير قوي، لكن هو عنده مساحه، المساحه عنده كبيره، فا اوكي خلاص اشتغل زي ما انت عايز. فلما عندك مساحه وسع واشتغل بمزاجك، ما عندناش ادنى مشكله خالص في اللي احنا بنقوله ده. تمام كده يا باشمهندسين؟ حد ليه سؤال في اللي احنا قلناه؟ ها؟ طيب يبقى كده احنا ايه شغالين في النقطه بتاعتنا دي في الكاد اهو، خلصنا كده الحيطه دي. طيب يبقى كده الحيطه 2 3 او مجهزين، ادي 1 2 3. طيب الحيطان هنا بقى طبعا ممكن نعمل بانوه واحد بس هنا جنب الشباك، تمام؟ اللي هو في المتر 13 ده نعمل بانوه واحد فقط لا غير. تمام؟ وهنا بقى نفس البانوه برضو، مش محتاجه مني فيلم كتير قوي، اخد برضو نفس الموضوع ده كده كوبي. تمام؟ وهنزله هنا كده للجزئين دول، لما ده كده الدنيا بسيطه هنزله هنا كده، هو ده يبقى واحد للاثنين يعني، هنزل ده كده هنا وده يبقى متر 13، انا عايز كل ده متر 13 بس، فانا متر 13 لان هم خد بالك هو هيبقى حته في النص بس، يعني ده مش هيبقى موجود ولا ده هيبقى موجود، يعني هشيل دول الاثنين دول ديليت ودول ديليت كمان الاثنين، فهمنا؟ خلاص ده وده ليه؟ هو يبقى حته واحده بس، لان هو مش يعني هو اصلا كله متر 13، يعني هعمل فيه ايه تاني؟ ما ينفعش اعمل له اكتر من جزء، فهمنا كده يا باشمهندسين؟ فانا اقول لك كل ده انا عايزه متر 13، او اعمل لاين كده ممكن اخده من ايه من نص المربع ده كده اهو، متر كام؟ ممكن اظبط القرص اشتغل على النص بقى على طول، متر 13 اوكي، هو ده المساحه بتاعتي اللي انا عايزها او ده الحجم بتاع البانو اللي انا عايزه فقط لا غير. تمام؟ هسيب 13 سم و13 سم واظبط البانو بتاعي عليه لاين. تمام اهو كده ماشي، وحرك البانو ده كده 13 سم عشان بعد الحيطه 13 سم. خلاص ده متر وده متر، طب والله الراجل ظابط نفسه ماشي. المهم ده بس في النص كده الاول اتاكد موف ماشي. طيب لو خدنا ده كده موف هو كده ماشي مع النص بتاع المربع ماشي، هما الاثنين مظبوطين. ادي ال 13 وادي الايه ال 13 سنتي، فده كده ايه برضو ميرور. تمام ابدا من هنا كده لحد كده اوكي نو. يبقى كده المفروض ان الحيطه بتاعتي خلاص دي كلها هترجع لحد هنا. تمام لحد الجزء ده كده من هنا كده، ممكن اعملها لاين كده تاني بالراحه عشان ارجع عليها النص، انا بحاول اظبط عشان ما تبصش في الابعاد بتاعتي، فانا بظبط كده اهو. تمام يبقى انا حطي كلها المفروض ترجع لحد هنا، ده كله متر 13 اتاكد تاني معلش بعد اذنكم، ده كام متر كام؟ كله متر 13 اللي هو مساحه الحيطه، هسحب بقى كل الحيطه دي كلها كده، ده حجم الحيطه بتاعي اهو. تمام كده ماشي عمودي بالظبط عشان ما يبقاش فيه اي جاب، وده نفس الموضوع اهو كده انا صغرت الايه المسافه بتاعتي بالظبط. فادي شغل البانو بتاع الحته اللي عندنا دي يا باشمهندسين، يبقى ده البانو اللي هتحط فين؟ هنا، فهمنا؟
وضحت كده النقطه دي. بس محتاج بس اصغر الايه المربع ده حته صغيره قوي اهي كده عشان يبقى ايه ظابط بالظبط ال 13 سم. وهنا يصغر شويه حاجه صغيره قوي مليمترات يعني معايا اهو. يبقى انا كده ظبطت الجزء بتاعي ده كده. يبقى انا كده خلاص ظبطت الايه الحيطه بتاعتي كده يا باشمهندسين زي ما انتم شايفين اهو. انا كده ايه ظبطت البانو بتاعي ده فوق ولتحت منه خلاص. يبقى انا كده خلصت الايه الجزئيه بتاعتي. يبقى انا خلصت الحيطه دي على طول تمام ونظبط الدنيا تاني. نحط ابليك اضاءه. لا الابليك ده في البلوكات يا باشمهندس. يعني الابليك ده في البلوكات بقى. تشيل بقى كل بقى التفاصيل بقى اللي جوه دي عشان ما يبقاش فيه اوفرلاب. ونعمل كده ايه اند ايزوليشن اهو تمام. طبعا المسافات دي بقى نصغر بقى كل ده. كل ده انا لازم بقى اعمل ايه؟ اعمل حساب ان في جبسون بورد تمام عندي فوق، وعامل حساب ان انا في عندي وزره تحت او نعله زي ما بيطلق عليها في بعض الدول. مش عارف بقى بيقولوا عليها في الخليج ولا في شمال افريقيا تمام. لان كان في باشمهندسه زميله يعني كانت اعتقد من تونس فكان بيسموها نعله. ما اعرفش هل ده بقى في في الخليج بنقول الاثنين نعله و... طب ماشي اوكي تمام نعله وكده ماشي. نعله بالسوري اوكي في سوريا كمان بيسموها نعله ماشي جميل. يبقى انا كده عملت الحيطه دي. خد بالك الحيطه دي هي هي دي يعني هما الاثنين حته واحده. يبقى انا كده خلصت الجزء ده. اعتقد جنب البلكونه مش حابب ان انا احط بصراحه بانو يعني مش طالبه قوي يعني زهق ان انا برده في الحته الصغيره دي نحط بانو هنا وبانو هنا. اعتقد الموضوع مش بيبقى ظريف. الجزء ده بقى انا عايز ممكن برده احط بانو هنا او هنا لو انت عايز ورا الركنه. بس الجزء ده لا تمام والجزء ده لا. يعني انا مش هعمل هنا بانو مش هعمل هنا بانو خلاص. ممكن احط في الجزء ده مثلا جزء خشب او ممكن احط بانو. الحته دي قد ايه تقريبا دي اي تقريبا المسافه دي قد ايه متر 17 تقريبا. هيبقى نفس التصميم ده لو انا احط بانو هاخد نفس الايه الديزاين ده كده بالظبط يا باشمهندس اوكي. فانا هنا ممكن الجزء ده اكسر بقى بحاجه ادي مثلا حيطه خشب ادي اي شغل تاني. يبقى انا جزء عملت جزء كده جزء. لكن خد بالك خد بالك كويس قوي ان انت سعادتك مطلوب من حضرتك ان لو عملت كله بانوهات يبقى لازم المكان كله يكون بانوهات خلاص. لازم المكان كله يكون بانوهات. يعني ممكن غالبا ناخد البانو اللي تحت ده ها نحطه ايه واحد هنا واحد هنا اوكي. او ممكن ندي ظهريه حجر تمام او رخام او اللي هو بيسمعنا فين الرخام الصناعي عارفينه مع الستيل. عارفين الرخام الصناعي والستيل ولا لا؟ مش منسين الرخام الصناعي والستيل عارفينه ولا مش عارفينه؟ ها في حد مش عارفه؟ في حد مش عارف الرخام الصناعي والستيل المطعم بالستيل اللي هو بديل الرخام ما اصل طبعا البديل النهارده الرخام الصناعي ارخص واحسن بكتير تمام. ارخص واسهل وتركيبه كمان اسهل وبيركب على المحاره عادي جدا بلزق عادي جدا جدا. فممكن يبقى الدنيا باشمهندس محمد بيسالني بص هوريه لك كده بسرعه حاضر وريه لنا حاضر باشمهندس محمد بيسالني هقول لك ده حجر الصناعي ثانيه واحده حجر عفوا حجر سوري عفوا اسمه ايه الرخام صناعي اسف رخام صناعي الرخام الصناعي طبعا هنا موجود اهو ايا كان بقى ايه بالبيع او كده رخام صناعي وخلاص. ونشوف مجموعه الصور بتاعته صور اللي هو سوري بديل الرخام انا اسف معلش بديل الرخام اعتقد ممكن يكون اهو ده تمام. بيبقى الواح كده بتتلزق على الحيطه شايفينها الواح اهي تمام بتبقى موجوده بتتلزق على الحيطه عادي جدا باشكال وحاجات تحف جميل جدا اسمها بديل الرخام صحيح معلش عفوا نقول بديل الرخام بديل هيبقى ده احسن افضل لفظ فعلا او افضل هو بديل الرخام ايا كان بقى ازرق او مش عارف الجدران بيبقى حاجه بصراحه قمه في الجمال. بعمل بيه شغل حلو جدا 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 شغل بص يعني شغل ليه مثلا اهو شايفينه تمام مع الستيل شغل تحفه تمام حاجه في منتهى الجمال. يعني بنجيبها الواح كده ونركبها اوكي وبنطعم ستيل باشمهندس محمد ابو بكر تمام. واعتقد هنا سعره برده قليل جدا يعني هي برده رخام اهو مع الستيل الجدار اقل لا اقل بكتير قوي قوي قوي. يعني اعتقد هنا انا فاكر ان في مصر هنا اعتقد ان الرخام اللي هو بديل الرخام ده لو جبناه يعني حتى ممكن انا كنت والله عندي في العماره دي بفكر اعمله في المدخل. اعتقد انا سالت عنه اللوح تقريبا بيعمل حوالي 140 150 جنيه. اللوح بيبقى متر 22 في 2 متر 44 وفي منه بالطبع جاهز متر 22 في 2 متر 44 زي اللوح الابلكاش زي مقاسات الخشب
اوكي ده المقاس بتاعه متر 22 في متر في 2 متر 44. انا بفكر اعمله عندي في المدخل في العماره، بس بيني وبينكم مش عارف في المدخل هيبقى عامل ازاي، مش عارف يعني بصراحه. بس هو بصراحه جوه داخلي تحفه. فانت ممكن تبقى عامل جنب جنب، ممكن نعمله حاجه زي كده، رخام مع جبسون بورد مع الستيل، هيبقى برضو واخد الايه. والله يا باشمهندس هي بتبقى حاجه زي الاكريليك كده، تمام. هو في اكريليك تقريبا يا باشمهندس محمد، هو بيبقى عامل حاجه زي الاكريليك، مش عارف لو في هنا لو جايبين الالواح بتاعته او شكلها، تمام. والله بص هو الداخلي شغله جميل قوي، يعني انا شفت شغله حلو جدا وبسيط واشكاله جميله. اهو بص ده بيبقى حجمه، هو شايفه يا باشمهندس بحاجه كده 3 مللي 4 مللي بالسم كده، وبتحط على فكره على المحاره وعلى البياض واي حاجه بتلزق بغيرها، او بيبقى ليه ماده زي الكله كده وحاجه بتلزق بيها. باشمهندس سميه بفيزا بتقول لي مش هتحمل بالنسبه لي المدخل يعني. المدخل انا يعني كنت عايز اعمله في مدخل عماره، بس خايف بصراحه. يعني هو الداخلي حلو جدا مع الحيطه، هيعمل شغل حلو قوي قوي، هيديك شغل كده مع اعواد الستيل، تمام اوكي، فهتدي شغل حلو قوي في الداخلي. انما في المدخل بصراحه انا قلقان، رغم ان في ناس عاملينه في المداخل، يعني في ناس عاملينه في المداخل بيقولوا لي حلو جدا ورخيص وسهل، بس انا بصراحه لا. عادي يا باشمهندس محمد، حط اكتر من جدار باكتر من شكل، ما انت ممكن، ما ده اسود مطعم اهو، ممكن تحط اسود مع بني مع، ممكن تشكل في الحيطه زي ما انت عايز. يعني انت بص ده تشكيلات اهي، تمام، حط الوان زي ما انت عايز، شكل المكان كله، تمام خلاص. باشمهندس شيماء بتقول هيبقى حلو في المدخل بس زود اضاءه وزرع، انا خايف ما تحملش، تمام. يعني انا مش عارف باشمهندس شيماء، انا مش عارف في الحمام. هو مضاد للميه باشمهندس ايمان، ما هو معمول في الحمام اهو، هو مضاد للميه، يعني هو اكريليك زي البلاستيك فضد الميه اوكي، بس الفكره في المدخل انا مش عارف بصراحه هتحمل ولا مش هتحمل. بصراحه قلقان يعني، يعني انا قلقان من المدخل، هو اوفر بكتير جدا. يعني النهارده لما احط الجرانيت النهارده ممكن يوصل ل 800 900 جنيه، وفي حاجه بتوصل ل 3000 جنيه في الرخام والجرانيت عشان تعمل مداخل، فطبعا اوفر قوي انك تعمل ده مدخل اهو، تمام، ده مدخل. فانك تعمله حاجه زي كده اي ثينك ان هو بيبقى طبعا هتحط السيل بيبقى فظيع بصراحه، مدخل بيبقى حاجه فوق الخيال وارخص بكتير قوي. بدل ما تكلف لك مثلا مدخل حوالي مثلا 20 30000 جنيه، لا ده انت ممكن تلاقي مدخل كله ما تكلفش معاك 3 4000 جنيه يعني. خلاص يعني انت لو جيب الالواح والكلام ده، بص يا برضه اهو الجانب كله اهو في البانوهات كمان، ده واخد بالك هو نازل منه بانوهات وزوي، يعني في منه بانوهات وزوي خلاص من نفس اللون والخامه بالظبط، في بانوهات وزوي. فده ممكن انا بفكر اعملها كده، وممكن يتطعم مع الخشب اهو، يعني في خشب واخد برضه بديل الرخام معاه، بتحط ده مع ده، المتر في مترين كده ب 150 جنيه تقريبا فانت تخيل بقى لو عندك مدخل مثلا ويظبط معاك، يبقى حاجه طبعا رخيصه جدا جدا فيها كده. وبرده ده بص اهو جزء عامله برده اهو، ده جزء التلفزيون خشب مع جزء التلفزيون عامله اللي هو البديل الرخام يعني. فانا كنت بفكر الحيطه اعملها بحاجه زي كده، يعني حيطه اللي هي في الركنه دي اعملها بحاجه بالشكل ده، ممكن احط خشب مع بديل رخام بالشكل ده كده اهو. بص كده بص لو عايز تركب شبيه لوحه، لوحه دي جدا بيركب اهو بلزق، تمام تمام هنا بيركب اللزق عادي جدا اهو، زي ما انتم شايفين الالواح اهو، بيبتدي يركب الالواح اهي لزق عادي جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشاكل خالص. باشمهندس ايمان بتسالني بتقول لي بديل الخشب كويس برضو ولا الخشب افضل؟ والله بديل الخشب عشان القطاعات بتاعته، احنا بنجيب بديل الخشب عشان القطاعات بتاعته. يعني ايه القطاعات بتاعته؟ في كان عندنا خشب هنا كده عايز اوريه لك، كنا بنبص على حاجه خشب كده، لان الخشب بالنسبه لنا البديل حاجات كويس وحاجات بنفضل الخشب العادي. فمثلا انا بتكلم في، كان لسه حاجه عندي قدامي كده، يعني مثلا فورمه زي كده تمام، في منها بديل خشب تمام خلاص اوكي. في عندي برضه عايز اوريك كده البارتيشن بتاع الخشب بتاع اللي انا كنت عايز اتكلم عليه، يقول لي خشب جزء خشب اللي هي البانل متقسم بانل، لا بفضل اجيبه بديل الخشب تمام، لان الخشب هيبقى بالنسبه لي متعب في قصه وتركيبه وتفصيله. ففي حاجات بتنفع فيها كده وحاجات بتنفع فيها كده اوكي تمام يا هندسه. ده برضه هو اللي هو الرخام اللي هو بديل الرخام. الباركيه ايه بديل الباركيه للافاده؟ لا هو ملوش بديل، يعني هو الباركيه يعني باشمهندس محمد هو البديل، ما فيش باركيه، هو في الالوان على الباركيه ده جزء بقى تشطيبات، حضرت معايا تشطيبات باشمهندس محمد تقريبا.
ما احنا قلنا الباركيه انواع، في باركيه اللي هو ارو مسمار، في باركيه اللي هو ده اللي هو الارو مسمار ده اللي هو القديم يعني خلاص، في البي دي اف وفي الام دي اف، في انواع كتيره من الباركيه الاتش دي اف والام دي اف تمام. ففي انواع منه كتير في السوق تمام، اللي هو الباركيه اللي هو بيركب جاهز على طول تمام. ممكن ابعت لك فيديو ولا حاجه. وفي سيراميك على شكل باركيه يعني في سيراميك على شكل باركيه بانل يعني، بس ممكن ابعت فيديو الجديد اللي هو الصناعي، فلو عايزه ما فيش مشاكل عندي ابعته لك. الله يبارك، الله يبارك لك يا رب. والله الباركيه انا عموما يعني حسب يعني حسب يعني انا ممكن مثلا لو انا في شركه او كده بحط سيراميك اللي هو شكل الباركيه لو انا في شركه خلاص. لو انا في بيت ممكن احط في ريسبشن مثلا اللي هو الباركيه اللي هو الام دي اف. اوكي تمام ماشي يا باشمهندس مهام، عينيا حاضر يا هندسه تمام. كده انا بالنسبه لي تقريبا خلصنا التصميم بتاع الحوائط الحمد لله، وجاهز نطلع بالحوائط على طول. فاضل لنا البارتيشن سوري الجبسون بورد، برضه عايزين نصمم السقف والجبسون بورد بتاعنا هيبقى شكل السقف عامل ازاي، والاضاءه بتاعتنا عايز تصمم برضه ان شاء الله هنعمل ان شاء الله في المحاضره الجايه باذن الله. بعد كده نبتدي نحط بقى الشغل ده كله، نبتدي نحط البلوكات بتاعتنا ونفرش المكان بتاعنا ان شاء الله. تمام يا باشمهندسين اشكركم جدا، وطبعا احنا كده وقتنا انتهى. الله يخليك يا باشمهندس محمد، اتمنى الجميع يكون استفاد تمام. الالواح الرخام ما تجيبش رطوبه، لا يا باشمهندسه رنا، لان الماتيريال بتاعها زي الباغ او الاكريليك ما فيش منه رطوبه خالص، ضد الميه والحريق والخدش تمام، فما تقلقيش منه خالص يعني تمام. الله يبارك لك يا باشمهندس محمد، اتمنى على الجميع يكون المحاضره النهارده كانت لذيذه وبسيطه. قبل ما انسى، عشان طبعا انتوا سالتوني، انا بصراحه بدور على كتابات الكتاب اللي هو النيو فيرت وال التايم سيفر، طبعا هم عندي بقالهم فتره فانا بدور عليهم، لقيت في اثنين عربي هم ده لقيت، بس النيو فيرت التايم سيفر بصراحه لسه ما لقيتوش، وما كنت سحبهم سكانر لحد اللي طلب عندي يعني في الكليه، فكنت سحبهم سكانر هم الكتاب نفسه اللي هو نيو فيرت تمام، ده عربي زي ما انتم شايفين كده، انا كنت عامله مديل لحد صديق ليا اسحبه سكانر بشكل ممتاز يعني. اوكي ده الكتاب باللغه العربيه، ده صفحتين، وفي مره عملت صفحه واحده، طبعا واضح زي ما انتم شايفين الكتابات والكلام واضحه جدا الحمد لله بصراحه يعني، صديق عزيز عليا هو اللي عمل لي الموضوع ده، هو مهندس برضه زميل يعني، قعد بصراحه تعب على الموضوع وعمل له الاسكان ده، هو صح فصص لي الكتاب زي ما انتم شايفين كده بس مش مشكله افاده يعني. فده كتاب نيوفيرت في صفحه واحده في صفحتين يعني، ده صفحتين ده صفحه واحده تمام، مقصوص طبعا كده، هو عمله كده كصفحه وصفحتين يعني، فمش عارف انتوا ولا اسهل لكم عايزين صفحتين ولا عايزين صفحه، هنا صفحه صفحه بقى يعني، هو ماسكه ايه بص بند بند كده قصصهم يعني، تمام صفحه صفحه كده ماشيهم خلاص، وفي صفحتين انتوا الاسهل لكم ايه مش عارف، عايزين الصفحه ولا عايزين صفحتين انا ما عنديش مشكله. ف هبعته لكم دلوقتي على الجروب او على الـ على الـ على الـ الفيسبوك هرفعه لكم، لان هو طبعا اعتقد مساحته ممكن تكون كبيره شويه، حوالي قد ايه يعني، حوالي 100 اكتر من 100 ميجا طبعا، هو كتير قوي لان الكتاب كبير، فاكتر من 100 ميجا والكواليتي بتاعه برده كويس، هحاول ارفعه لكم او اضغطه تمام. التريم حاضر يا باشمهندسه ندى، طب احنا عشان بس وقتنا عشان في محاضره تبدا بعدين مش عايز اضغط على حد، طب هستاذنك معلش انا اسف حقك عليا، انا ممكن نخليها اول محاضره جايه على طول اول ما نبدا تمام، انا اسف بجد انا بعتذر جدا جدا لان فعلا الوقت مش عايز حد بس يخش معانا في الوقت، فمعلش انا اسف، بس يا ريت بعد اذن حضرتك يعني في اول محاضره لو في كده فكريني على طول اوكي، وانا هكتبها برضو نوت عندي عشان ما انساش ان شاء الله، فانا بعتذر جدا والله بجد، انا مش عارف يعني خجلان جدا، تاني مره تساليني وانا بعتذر جدا عن السهو اللي حصل ده اوكي. ما تنسوش يا جماعه رابط الحضور عشان الشهادات، أنا طبعا لازم يكون نسبه حضور 80% عشان الشهادات ان شاء الله، باشمهندس عمر مشكورا بعت لكم اللينك اهو تمام، وانا هحاول ارفع لكم الكتاب على الواتساب والفيسبوك، بس هحاول اضغطه عشان الحجم بتاعه بس اكتر من 100 ميجا ما يبقاش تقيل او ما يبقاش المساحه مش مناسبه اوكي. شكرا لكم جميعا، واتمنى تكون محاضره النهارده خفيفه ولذيذه واستفدتوا منها. ديوان المعماريين في كتب النيو فيرت والتايم سيفر، ماشي يا باشمهندسه بشرى، اشوف ديوان المعماريين لو لقيته حاضر، بس هي الفكره في اللغه العربيه يعني، احنا بندور على حاجه نكون باللغه العربيه تمام. حاضر في جروب ديوان المعماريين، مش بدور عليه حاضر تمام. شكرا لكم يا باشمهندسين، والقاكم على خير باذن الله. المحاضره اللي جايه هو حاضر ايه، هو حضور ليكن كل مره عشان حضرت كله
لكن عملت حضور مرتين. والله يا باشمهندس امنيه، باشمهندس عمر بقى والاداره هم هيتابعوا معاك الموضوع ده. اوكي، في حد بعت دوكيمنت ايه ده؟ ده الحضور ده تقريبا. حضرتك حضور مهندس محمد اشرف معانا. تمام، باشمهندس محمد. اوكي ماشي، اشكركم جميعا يا جماعه، واشوفكم على خير باذن الله. المحاضره جايه يوم الاحد، يوم الاثنين باذن الرحمن. ولو طبعتوا معانا جروب الواتساب، لو في اي حاجه تابعوني في اي وقت. شكرا لكم جميعا، واراكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.